الاهلي يوجد مفاجات غزل المحله والزمالك بنتيجه ثقيله يفوز على طلائع الجيش. الاهلي النهارده كان امام مواجهه صعبه امام غزل المحله في ملعبه وامام جماهيره، بس قدر بسهوله انه يحسم المباراه مبكرا علشان يخسر الغزل اولى مبارياته في الدوري هذا الموسم. والزمالك بتالق معتاد من امام عاشور وزيزو قدر النهارده يفوز بنتيجه كبيره على طلائع الجيش. الاهلي النهارده حافظ على انتصاراته المتتاليه والزمالك تخطى سريعا التعثر امام المصري. الدوري بيسخن خطوه خطوه ولسه الكلام فيه كتير. يا اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من رقم 10. اليوم كان في مباريات في الدوري المصري الممتاز في اجازه كاس العالم. النهارده مفيش مباريات في كاس العالم، والواحد بصراحه بقى يتحرم من غياب مباريات كاس العالم، والواحد عمال يعد الايام اللي عماله تجري بسرعه في كاس العالم. بس يلا، الدوري المصري لحلاوته برضه. النهارده بيراميدز فاز على المقاولين العرب 2-0، وفاركو تعادل مع الداخليه. فاركو كالعاده يعني بيتعادل 1-1 مع الداخليه. غزل المحله قدام النادي الاهلي بيخسر بهدفين نظيفين، والزمالك يفوز على طلائع الجيش برباعيه نظيفه. نبدا بمباراه الاهلي وغزل المحله. الاهلي النهارده بدري في اول نص ساعه خلص على غزل المحله، هدف في الدقيقه 17 عن طريق بيرسيتاو، هدف ثاني عن طريق برونو سافيو في الدقيقه 30. غزل المحله النهارده كان اداؤه غير جيد، او بصراحه انا هقول لك وصف. بابا فاسيليو على فكره واحد من احسن المدربين اللي موجودين في الدوري هذا الموسم، عامل اداء رائع، ودي الخساره الاولى لغزل المحله في الدوري. ده هدف بيرسيتاو امام حضراتكم، اسيست من علي معلول رائع جدا كالعاده. والاهلي كان مفتقد جدا، علي معلول كان موجود مع تونس في كاس العالم وكان مفتقد جدا محمد عبد المنعم في الدفاع، وهتكلم معاكم ايه الاسباب. بس غزل المحله احترم قدراته بس مش بنفس الاحترام اللي المفروض كان يحترمه لمواجهه كبيره زي مواجهه النادي الاهلي. بمعنى النهارده غزل المحله كان بيلعب مباراه مفتوحه، بالنسبه لنا مباراه ممتعه لما تشوف هجمه هنا وهجمه هنا، او تشوف سرعه في الاداء، او تشوف مساحات مفتوحه، دي بتبقى مباريات ممتعه لينا. بس قدرات الاهلي اكيد افضل من قدرات غزل المحله، انا بتكلم عن القدرات الفرديه والامكانيات وخلافه. ما تلعبش مباراه مفتوحه قوي كده قدام النادي الاهلي. لو انت عايز تطلع بنتيجه ايجابيه ممكن تفتح في بعض الاوقات، ممكن تعمل تحولات هجوميه في بعض الاوقات، بس تلعب مفتوح مع الاهلي مع الزمالك مع بيراميدز مع الفرق اللي عندها قدرات هجوميه كبيره تخسر بدري. عشان كده النهارده الاهلي حسم المباراه في اول نص ساعه، وبعد كده المباراه ما فيهاش حاجات كتيره قوي، كان فيها بعض الفرص للنادي الاهلي في الشوط الاول. الشوط الثاني كان اقل نسبيا، ولكن الاهلي حسم الامور بدري. هل ده يقلل من بابا فاسيليو او يقلل من الاداء الرائع اللي بيعمله غزل المحله الموسم ده؟ اطلاقا. بس النادي الاهلي كان فايق النهارده. بيرسيتاو فايق، بيرسيتاو اللي كان بيلعب مهاجم النهارده في رحله البحث عن مهاجم للنادي الاهلي بالنسبه لمارسيل كولر، لسه ما ثبتش مهاجم اساسي في تشكيله النادي الاهلي، لا ثبت حسام حسن ولا محمد شريف ولا شادي حسين، والنهارده بيجرب بيرسيتاو اللي سجل الهدف الاول. برونو سافيو اللي كان افضل لاعب في الجوله الماضيه في الدوري الممتاز سجل الهدف الثاني للنادي الاهلي. عوده علي معلول ومحمد عبد المنعم فرقوا كتير مع النادي الاهلي على مستويين، المستوى الدفاعي طبعا
وعلى المستوى بنى اللعب والهجمات. علي معلول طبعا قدراته هجوميه كبيره جدا، ومحمد عبد المنعم بيعرف يطلع بالكره بشكل كويس، وده تاثر بيه الاهلي كتير في المباريات القليله الماضيه. عشان كده النهارده الاهلي تحس فرقه كانت مظبوطه تكتيكيا وفنيا في الملعب الى حد كبير، وقدمت او اللاعبين قدموا مباراه جيده جدا الشوط الاول عكس يمكن الشوط الثاني اللي قل الاداء نسبيا سواء من النادي الاهلي او من غزل المحله، بعد ما النتيجه يعني كان باين انها حسمت ليه النادي الاهلي. نروح للتصريحات ما بعد هذه المواجهه، ونبدا من مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي اللي قال قدمنا مباراه عظيمه خصوصا في الشوط الاول، اللاعبون نفذوا كل شيء طلبته، تحكمنا في مجريات الامور، وعندما اتيحت للمنافس اكثر من كره خطيره كنا نحن المتسببين فيها، ليس لدينا ازمه في مركز راس الحربه، وبيرسيتاو كان مصاب ويجب ان يحصل على فرصه كي اراه، وعرفت انه يلعب مهاجم وكان على قدر المسؤوليه في هذه المواجهه، بيضغط وبيتحرك وادى كل ما عليه في الشوط الاول. وقال انه معجب ببيرسيتاو في هذه المباراه، في هذه المباراه، ومحتاج يشوفه اكتر وقت ممكن عشان يتاكد ان هو دخل في مستواه الطبيعي في المباريات القادمه. اما بابا فاسيليو المدير الفني لغزل المحله قال كانت مواجهه جيده، وكل فريق كان يريد ان يلعب كوره حلوه، استعملنا هدف بشكل مبكر، لكن فوافي كان يستطيع ان يسجل التعادل واهدر الفرصه اللي كانت يعني ممكن تغير من سير المباراه. وقال كمان ان الاهلي يمتلك امكانيات هائله، لكن فخور بلاعبي فريقي، حاولنا اللعب على مدار 90 دقيقه بنفس الشكل اللي بنقدمه في المباريات السابقه، اللي كنت لسه بقول لحضراتكم ان هو لعب بنفس الاداء اللي بيلعبه في مباريات ربما اسهل، واكيد اسهل من مباراه النادي الاهلي. قال ان احنا بنتعلم من مثل هذه المباريات لانها بقدرات كبيره، والمهم بالنسبه لنا المواجهه القادمه، وبشكر الجماهير على دعمها لنا، وفخور باللي وصلنا له في هذه المرحله من المنافسه على المراكز المتقدمه. دي تصريحات بابا فاسيليو بعد هذه المواجهه. اما الزمالك قدام طلائع الجيش النهارده فعمل مباراه كبيره جدا. صحيح تاخر الهدف الاول لحد الدقيقه 44، سجل زيزو طبعا الهدف الاول لنادي الزمالك، بقول طبعا عشان كالعاده يعني هو مفتاح او هو اللي بيفك كل تقفيل. بعد الدقيقه 44 وقبل الدقيقه 44 بصراحه طلائع الجيش ما كانش موجود النهارده، قدم مباراه مش جيده، وده اللي قاله على فكره الكابتن محمد يوسف بعد المباراه، ان اللاعبين ما قدموش مباراه جيده عكس اللي حصل في مباراه الاهلي، عملوا مباراه كبيره جدا قدام النادي الاهلي النهارده، طلائع الجيش ما قدمش مباراه كبيره، لكن الزمالك كان رائع جدا. هدف اول لاحمد سيد زيزو، كان في هدف ملغي لحمزه المسلوسي قبليه، ويدر زيزو يفتتح نتيجه المباراه، ده الهدف اللي كان فيه التسلل بتاع حمزه المسلوسي، وده الجون اللي خادع عماد السيد، وطبعا عماد السيد كان يقدر يعمل احسن من كده في الهدف، يتحمل جزء من الخطا في هذا الهدف، جزء كبير يعني. هدف اول لاحمد سيد زيزو فتح المباراه. امام عاشور في الشوط الثاني قدر يسجل الهدف الثاني في الدقيقه 57 بتصويبه ذكيه ورائعه كعادته يعني. امام عاشور واحمد سيد زيزو من اهم اللاعبين اللي بيقدموا مستويات جيده، وانا بقول احمد سيد زيزو عشان احنا اعتدنا على كلمه احمد سيد زيزو، هو اسمه الاصل احمد مصطفى زيزو زي ما هو وضح لنا يعني، سعاده في الاعلام كنا نتحدث دايما عن احمد سيد زيزو، هنرجع تاني لاحمد مصطفى زيزو. وامام عاشور عاملين مباريات كبيره جدا مع نادي الزمالك، وهم الركائز الاساسيه لكل حاجه في نادي الزمالك سواء هجوميه او دفاعيه. احمد فتوح العائد من الاصابه سجل الهدف الثالث في الدقيقه 83، واللاعب تقول الصاعد الواعد، كنت هغلط والله واغلط الغلطه الكبيره يعني، بس هو يعني هو صاعد عشان احنا يعني لسه شايفينه قريب يعني. يوسف اسامه نبيه سجل الهدف الرابع في الدقيقه 5 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع. دي كانت نتيجه الزمالك وطلائع الجيش. طلائع الجيش زي ما قلت لك النهارده ما قدمش مباراه هجوميه جيده ولا دفاعيه جيده، وبالمناسبه احمد زيد زيزو كان ليه او احمد مصطفى زيزو كان ليه ضربه جزاء يعني اهدرها وتصدى لها عماد السيد. في المجمل يعني الزمالك كان افضل في كل شيء اليوم امام طلائع الجيش هجوميا ودفاعيا، لم يقدم اي شيء نادي طلائع الجيش. المباراتين سواء مباراه الاهلي وغزل المحله او مباراه الزمالك وطلائع الجيش كان فيهم حالات تحكيميه كثيره مثيره للجدل. معايا عبر الهاتف الان كابتننا الكبير خبيرنا التحكيم الكبير كابتن جهاد جريشه. يا كابتن جهاد مساء الفل، مشرف ومنور كالعاده.
كريم، مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدينك. قول لي بقى، نبدا بمباراه الاهلي. انا عارف ان انت عندك النهارده حالات كثيره كثيره مثيره للجدل، ولكن نبدا مباراه الاهلي وغزل المحله بترتيب اليوم النهارده. تمام. ماتش غزل المحله والاهلي هنتكلم في اكتر من 3-4 حالات مهمين في المباراه للطرفين، سواء للغزل المحله او للاهلي. فهنتكلم في الاول اللعبه الاهم في المباراه، لعبه اللي قدامنا هي بتاع محمد الشناوي. الكرة يعني الشناوي الكرة طولت منه، فالفار استدعى محمد الحنفي انه بيقول ان الشناوي في فرصة محققة في كارت احمر، سبب الاستدعاء ان في فرصة محققة كارت احمر. الجون او حارس المرمى لما يخطأ مع مهاجم معناها ان فرصة محققة بدون اي تفكير في اي اعتبارات اخرى. وبالتالي لو شلنا في اللقطة دي خطأ الشناوي، شناوي وصلش للكرة، لكن وصل الكرة مش هنتكلم، الكرة اللي لعبها مهاجم غزل المحلة، وبالتالي الشناوي ما وصلش للكوره. لو شلنا خطا الشناوي فده فرصه محققه تسجيل هدف بكل عناصرها. وبعدين موجود الحارس في الداخل، الحارس نفسه ما فكرش كتير مع الحارس وخطا الحارس، الكارت الاحمر بيكون موجود مباشره، وبالتالي ده كارت احمر مباشر لمحمد الشناوي. تمام، رغم انه الكابتن محمد حنفي راح شاف الفار. شوف الفار، ويعني انا ما اعرفش الاعتبارات اللي هو يعني ما رجعش الكارت الاحمر، لكن الكارت الاحمر مباشر وسهل ومفيش فيه يعني اللقطه نفسها موضحه ان الشناوي ما وصلش للكوره. الحاله الوحيده اللي احنا ما نتكلمش في ان الشناوي ما ياخدش كارت احمر، يقول لمس الكوره، لعب الكوره يعني. لكن اللقطه من كذا اتجاه جبناها والشناوي ما وصلش للكوره نهائي، اللي لعب الكوره مهاجم المحله، وبالتالي خطا من محمد الشناوي كان يستاهل عليه كارت احمر. طيب ايه تاني يا كابتن؟ الحاجه الثانيه كان في لقطه في نص الملعب للاعيب الغزل المحله، دهس كامل على اكرم توفيق لاعب النادي الاهلي، وطلع بجسمه بالكامل بالاستادز على رجله. كان لازم حكم الفار زي ما استدعاه في اللقطه دي، كان لازم يستدعيه في اللقطه الثانيه، وكانت كارت احمر مباشر للاعب غزل المحله. في لعبة تانية برضو لأكرم توفيق، مش عارف معاكم ولا لأ، الراجل طالع بهجمة وعدى من المدافع لم يصل الكرة النهائي، وبالتالي كانت ركلة جزاء سهلة جدا للنادي الأهلي لما يتم احتسابها. وعايز أقول يعني الفار كان لازم يتدخل فيها، لعبة ركلة جزاء سهلة للنادي الأهلي، بتتكلم في انذارين في كارتين أحمر وركلة جزاء للنادي الأهلي. فده كتير في ماتش واحد، في ماتش كبير زي ماتش غزل المحلة والأهلي. طيب ده مباراة الأهلي وغزل المحلة. مباراة الزمالك وطلائع الجيش. في الزمالك وطلائع الجيش هنتكلم على أهم حالات موجودة فيها. هنتكلم في طبعا الهدف اللي تم إلغاءه للزمالك، الخطوط صحيحة النهاردة، وحكم الفار تدخل صحيح بإلغاء هدف الزمالك الأول اللي كان تم تسجيله. ويعني النهاردة إجادة من حكام الفار اللي موجودين. لكن نتكلم في ركلة الجزاء اللي تم احتسابها لنادي الزمالك. احنا بنتكلم إن دايما احنا بنتكلم دلوقتي قدامك الهدف اللي تم تسجيله ده، الخطوط طلعت مظبوطه والغاء الهدف كان سليم من حكم الفار، اخذ وقت بس مفيش مشكله، في الاخر وصلنا للقرار الصحيح والخطوط تم رسمها بشكل صحيح والتسلل موجود. اللقطه الثانيه بنتكلم على ركله جزاء اللي تم احتسابها لنادي الزمالك. ركله جزاء موجوده والحكم موجود في مكان مميز، لكن احنا بنتكلم ان مفيش اتاحه فرصه، المبدا العام مفيش اتاحه فرصه في ركله الجزاء. صحيح. ولكن اذا كان موجود معانا احتماليه ان ممكن يبقى فيه هدف، 3 ثواني مش هياخر ركله الجزاء. يعني القصه هنا بالنسبه لنا الاعاقه حصلت بالرجل، مش اعاقه بالايد، الاعاقه بالرجل، ركله الجزاء سليمه. لكن احنا لو استنينا 3 ثواني في هدف تم تسجيله كان اهم من ركله الجزاء، لان في احتماليه ان ركله الجزاء تضيع. صح. وبالتالي الافيد للزمالك ان يتم يعني ننتظر كحكم 3 ثواني بالظبط، يعني الموضوع ثانيه ثانيتين ثلاثه، هتلاقي اقل من 3 ثواني اللعبه اتلعبت ومعاك الصفاره ومستعد، والصفاره اتاخرت شويه في ركله الجزاء، لكن في الاخر تم احتساب ركله الجزاء. كان الاصح ان مش اتاحت فرصه ناخر الصفاره شويه، دخلت هدف يتم احتساب الهدف. طبعا ركله الجزاء راحت، واللعبه دي يا كريم هي كانت لعبه المباراه، يعني الماتش خد 0-0 باللعبه دي كانت تبقى مشكله كبيره، لكن نحمد ربنا ان اللعبه دي ما اثرتش على نتيجه المباراه النهارده. بس نتعلم منها كتحكيم ان احنا ممكن ننتظر شويه في حاجه زي كده، والثلاث ثواني دول مش هيفرقوا قوي مع بس هو كابتن جاد معلش وفهمني اكتر، عشان انا بقى على حسب فهمي انه مفيش اتاحه فرصه في ضربات الجزاء، مظبوط ولا انا غلطان؟ اذا كان في تسجيل هدف مباشره بعدها، يعني مفيش اتاحه فرصه في ركله الجزاء، ده مبدا عام.
الا اذا كان في اللعبه اللي بعدها مباشره في تسجيل هدف، فبالتالي انت لو استنيت 3 ثواني او ثانيتين في الصفاره تطلق الصفاره، مفيش خالص مشكله. انت لو حتى لو ما تمش احراز هدف هتصفر لركله الجزاء، مفيش عندنا مشكله. مفهوم. لكن هو مبدا زي ما قلت لك مفيش اتاحه فرصه في ركله الجزاء، لكن في لعبه زي دي كانت اتاحه الفرصه مهمه جدا، مش اتاحه الفرصه بقى انت تاخر الصفاره في ركله الجزاء، وبالتالي هتسمح للهدف يتسجل بدل ما تخاطر ان الفريق ممكن يضيع ركله جزاء. طيب كابتن جهاد، بشكل عام بقى بعيد عن الدوري المصري، رايك ايه في الاداء التحكيمي في كاس العالم 2022؟ والله الدنيا ماشيه بصوره كويسه. اي نعم في اخطاء، انا في اخطاء اتكلمنا عليها وسجلناها مع بعض وبنتكلم عليها، لكن بنتكلم في شكل عام على التحكيم مش مؤثر خالص في نتائج مباريات. مفيش مباراه حصل ان فرقه خرجت من كاس العالم بخطا تحكيمي، مفيش كوره خرجت وما خرجتش او تسلل ما اتحسبش. الحاجات المؤثره اللي كانت ممكن تحصل بدون الذكاء الاصطناعي اللي موجود، وبالتالي بنتكلم في نسبه كبيره جدا نجاح تحكيمي غير طبيعي في كاس العالم قطر 2022. الذكاء الاصطناعي اللي موجود في كاس العالم ما في 22 واحنا بنتفرج عليه في تفاصيل كثيره لها علاقه بالتسلل والخطوط وتقنيه خط المرمى وخلافه، بنقعد نفكر احنا امتى ممكن في مصر الحاجات دي تبقى موجوده عندنا في الكره المصريه وفي الدوري المصري. متفائل ده ممكن يحصل في سنين قريبه. والله بص، اللي كان بيفكر كريم قبل كده ان ممكن الفار يخش عندنا في مصر ولا لا، كان كله يعني مش متفائل ان يخش يدخل الفار في مصر ونشوف تقنيه الفار موجوده في مصر. لكن مع ده اكيد هنوصل للتقنيه دي بس بعد فتره. يعني اولا تدخل الاول في الخمس دورات الكبرى في مستوى على مستوى العالم، وبعد كده ان شاء الله هتجي لنا مصر. يعني التكنولوجيا والتطوير التحكيمي اللي موجود في المستوى في العالم كله عاجلا او اجلا هيجي لنا، بس القصه برضه بتاخر عندنا شويه على ما توصل، زي ما الفار تاخر عندنا شويه على ما وصل، واكيد التقنيه دي هتتاخر شويه على ما توصل، لكن في الاخر انا متاكد انها هتوصل ان شاء الله عندنا. ما دام بدانا القصه بالفار اكيد الحاجات دي كلها هتجي لنا ان شاء الله. في حكم بعينه عجبك في كاس العالم ولا كلهم بشكل عام كويسين؟ لا، في ناس مميزه يعني. في حكام مميزين بس ماشيين بصوره كويسه. انا اللي لفت نظري في اوروبا الحكم الايطالي رقم واحد، الحكم البولندي مارسين يانكي رقم اثنين، في حكام انجلترا الاثنين عاملين شغل كويس. اذا كنت بتتكلم عن امريكا الجنوبيه في سان باولو البرازيلي وحكم ارجنتيني، بتتكلم في مجموعه 5 حكام مش هيخرج منهم حكم النهائي كاس العالم السنه دي ان شاء الله. كابتن الكبير كابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيم، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله وكل هذه التوضيحات. نروح لتصريحات ما بعد مباراة طلائع الجيش والزمالك. أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك قال زكريا الوردي بيعاني من أزمة نفسية كبيرة وحالة اكتئاب بسبب شعوره أنه سبب خسارة مباراة السوبر وطلب الرحيل، لكن المستشار مرتضى منصور رئيس النادي سيعلن مصيره بنفسه لكنه في الوقت الحالي خارج الحسابات. وقال كمان أن الفريق واجه سوء حظ في المباريات السابقة والفوز على طلائع الجيش مهم جدا لنا في الدوري، ونتيجة مباراة اليوم منحتنا الثقة، وأحمد فتوح شارك بعد فترة غياب للإصابة وظهر بصورة جيدة، كما قدم محمد عبد الغني مباراة جيدة في الوقت اللي شارك فيه، وحصل يوسف حسن على فرصة مع الفريق، والمباراة اللي جاية هتشهد تواجد نبيل عماد دونجا وشيكابالا بعد تعافيهم من الإصابة، في حين غاب عمر جابر عن لقاء اليوم للإصابة بكدبة أعلى الركبة، بينما غاب سيف الدين الجزيري للحصول على أجازة. أما محمد يوسف كابتن محمد يوسف المدير الفني لفريق طلائع الجيش قال ظهرنا بشكل سيء أمام الزمالك ولم نلعب جيدا عكس مباراة الأهلي، والزمالك كان لديه الحافز للفوز بالمباراة بعد انتصار الأهلي على غزل المحلة من أجل الحفاظ على فارق النقاط، والزمالك دخل المباراة بسبب عدم تركيز اللاعبين وخوفهم من المواجهة، ولا يزال لدي الثقة في الفريق خلال الفترة اللي جاية. حظ وحش قوي كابتن محمد يوسف أنه يلعب أول مباراتين مع الأهلي وبعدها الزمالك كمدير فني لطلائع الجيش. الاحتفالات بالمغرب ما تنتهيش بعد الإنجاز العظيم والوصول إلى ربع نهائي كأس العالم. مباشرة كده بسرعة جدا معنا مداخلة في منتهى الأهمية، واحد من نجوم المونديال بشكل عام، الاسم الأول في المنتخب المغربي، الاسم الأبرز في المنتخب المغربي طبعا هو أشرف حكيمي. معايا على الهاتف الآن الأستاذ حسان حكيمي والد أشرف حكيمي النجم الكبير للمنتخب المغربي. أستاذ حسان مساء الخير، مشرفنا
منورنا على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. بسم الله، شكرا. بداية كده نفخر جميعا كشعب عربي بأداء أشرف حكيمي، أنت تحديدا أكيد تفخر أكثر منا جميعا بابنك أشرف حكيمي، كيف ترى مستوى أشرف حكيمي والأداء العظيم الذي يقدمه مع المنتخب المغربي في كأس العالم 2022؟ أولا السلام عليكم وتحية طيبة على الاستضافة، شرف وتحية لتحية للطاقم التقني والإدائي بالقناة الأولى المصرية. نحن فخورون بهذا الإنجاز العظيم ومفخرة للعرب بصفة عامة وبالأخص المغاربة. نحن كنا في قلوبنا نقوم بالدعاء في كل ساعة وفي كل صلاة، الله يفرح جميع العرب، وهذا إنجاز تاريخي يا أخي. طبعا 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 أشرف حكيمي يقدم أداء رائع جدا في هذا المونديال، ما رأيك في الأداء اللي يقدمه أشرف حكيمي تحديدا مع المنتخب المغربي؟ نعم، قدم أداء جيد، وكل اللاعبين بصراحة كل لاعبين، وهو ولدي يلعب وهو هو في حالة غير جيدة 100%، والحمد لله، وهذا يزيد التقوى من الله سبحانه وتعالى. وتحية لجميع اللاعبين أنهم كانوا في المستوى الرائع صحيح، والحمد لله. في حديثه معك بعد كل مباراة هل يتحدث معك عن طموحه؟ فضل. نعم أتحدث معه في كل مباراة، قبل المباراة لا أتحدث، هذا من طبعي مع ولدي، قبل المباراة أتحدث، في يوم قبل المباراة، في يوم المباراة لا أتحدث، أتحدث بعد المباراة. بعد المباراة ماذا يدور بينكما؟ نعم، بتتحدثوا في إيه؟ تتكلموا في إيه؟ محور الحديث بيبقى عن ايه؟ كيف كانت المباراة؟ كنت كويس؟ كنت جيد؟ هكذا نقوم بالاستبداد بما بيننا وهكذا. طموح اشرف ولاعبي المنتخب المغربي اكيد كان بيوصل لك ده، طموحه يوصل لحد فين في كأس العالم؟ المباراة النهائية، البطولة زي ما تحدث وليد الدجراجي المدير الفني للفريق، هل تتوقع او هو بيتوقع او بيتحدث معك ان هو عايز يوصل لاخر نقطة في المونديال؟ المدير التقني، لا اتحدث مع المدير التقني، لا اتحدث معه. هو يتحدث مع، انا بقول لك يعني استشهد بكلام وليد الرجراجي انه يرغب في الوصول للمباراه النهائيه، هل اشرف حكيمي لديه نفس الرغبه في الوصول للمباراه النهائيه لكاس العالم؟ نعم يا اخي رمزي، نعم نفس الشعور. نعم والله نفس، يعني نتحدث، انا اقول لابني قبل مباراه اسبانيا بيوم اقول له سوف تنتصرون، وهو يقول لي نفس المشكلة، سوف ننتصرون على الإسبان. ماذا يقول لك؟ وأنا أقول من هذا المنبر سوف نكون في النهائي بقدرة الله إن شاء الله، وتكون للمفخرة لأهل العرب. طيب، تحدث معك قبل مباراة البرتغال، تحدث معك الآن أو أمس، عنده نفس الرغبه؟ هل قال لك؟ لا، باقي غدا او ما بعد سوف نتكلمون ونقول نفس المشكل. انا اقول من هذا المنبر سوف ننتصر وسوف نلعب النهائي بقدره الله. شعورك ايه لما سجل ركله الجزاء الاخيره امام المنتخب الاسباني وانت تنظر له وهو يسجل الركله الاخيره، ضربه الترجيح الاخيره امام المنتخب الاسباني؟ ايوه، انا عايز هذه اللحظات. انا كنت مع اصدقائي في احد المقاهي هنا بدواحي مدريد، وكانوا الناس، كانت السفاره المغربيه حاضره معي، وكنا ولاحظت انه بكل هدوء، انه عنده ثقه في الثقه في نفسه. عنده ثقه بنفسه، وهو كما كان، لانه هو لدي اصدقاء كارباخال صديقه
لو ما صديق صديق بالكلمة بالدرجة الأولى مرتلة نفس المشكل لأن لعبوا معه في ريال مدريد. المباراة القادمة قلت لي أنه أنت تثق إن شاء الله أن المنتخب المغربي سينتصر وسيفوز بهذه المواجهة. في كل مباراة للمنتخب المغربي يفوز بها يذهب أشرف حكيمي ويقبل وجه والدته في مشهد العالم كله تحدث عنه، كيف ترى هذا المشهد؟ مشهد رائع. رائع. لأن عند أخي رمزي عند تعرف أولادنا تربوا في بلاد المهجر وتربوا على ثقافة أخرى. تعرف نعم. ولكن جذورنا وقلوبنا مع بلادنا ومع ثقافتنا. عظيم عظيم. والمشهد المشهد تفضل تفضل يا فندم. بينا العالم ما معنى تقبيل رأس والدتك وما معنى تقبيل وجه والدتك. هذا رائع رائع بالنسبة للأمة الإسلامية. ونشكر من هذا المنبر الشعب القطري الشعب القطري الشعب العظيم برهن على الأمة الإسلامية. واحنا بنحيي اشرف حكيمي ونحيي المنتخب المغربي، عاملين اداء عظيم جدا في هذه البطوله. عايز اسالك على حاجه مهمه جدا، لو قدر للمغرب ان شاء الله وفازت على البرتغال في المباراه القادمه، تتوقع تفوق لاشرف حكيمي على لاعبين عندهم السرعه وعندهم المهاره الكبيره في المنتخب البرتغالي؟ تتوقع لاشرف حكيمي التالق في هذه المواجهه بشكل فردي؟ نعم. تتوقع له تالق؟ تألق التألق لم يكن 100%. التألق سوف يكون 60 أو 70%، لأن تعرف لديه مشكل إن أنه مصاب وهو يقاتل ها أشرف يلعب وهو مصاب؟ أشرف حكيم يلعب وهو مصاب؟ مصاب شيئا ما، مصاب شيئا ما. مش جاهز 100%. لا ليس 100% في المستوى، في مستوى جيد 100%. اخر حاجه، بما انك بقى عايش في مدريد، هل كنت تحب ان اشرف حكيمي يكمل مع ريال مدريد، يستمر مع نادي ريال مدريد، لا يرحل عن مدينه مدريد؟ لا اتوقع ان يستمر في ريال مدريد، وهو يريد ان يستثمر مع ريال مدريد، ولكن انت تعرف المنافسه وانت تعرف لديه لاعبين كلاعب كارفاخال يلعب في الجهه التي يلعب فيها اشرف. كارفاخال لديه مستوى ولديه تجربه، وانه شاب يلعب في المنتخب. لا يمكن تبديل كارفاخال باشرف. وفي من بعد ما ذهب الى دورتموند كان اختيار جيد. صراحة كان اختيار جيد 100%. صحيح. اخيرا، هل تتوقع في النهايه اشرف حكيمي يرفع كاس العالم ولو مجرد حلم؟ ما عندي سؤال يا اخي ربي. تفضل. أعيد السؤال تاني. هل تتوقع أو تحلم إن أشرف حكيمي يرفع كأس العالم في النهاية؟ كل شيء مستحيل. هذه كرة القدم. صحيح. كل شيء مستحيل. أنا متأكد أن المغرب سيلعب النهاية. أما الفوز بالكأس سوف يكون مستحيل. بتقول لي متأكد إن المغرب هتلعب في النهائي؟ نعم. بس المغرب هتلعب. اتفضل. نعم، عندنا لاعبين مصابين، أنت لاحظت في الأمس المباراة ضد إسبانيا، لاعبين نايف أكرد ولاعبين مصابين. بس باقي اللاعبين رجال في المنتخب المغربي، كل رجال. رجال المقاتلة. والشعب المغربي والشعب العربي كله يهني الشعب المغربي. وأنا أهني جميع الشعوب العربية على المساندة كذلك.
استاذ حسان حكيمي، عايزك توجه كلمه للاعبي المنتخب المغربي والجهاز الفني للمنتخب المغربي قبل ما اختم مع حضرتك. اوجه تحيه طيبه من القلب من العمق الى جميع الأدوار التقنيه، من جميع الأدوار التقنيه وجميع اللاعبين، وعلى راسهم صاحب الجلاله محمد السادس طيب الله. انت تلاحظ الامس خرج ملكنا العزيز الى الشارع يهنئ يشارك الفرحه مع شعبه العزيز. انت ما ربنا يا اخي رمز لحتى هذا الشيء. طبعا. تحيه طيبه جميع اللاعبين وجميع الأدوار التقنيه. ان شاء الله. استاذ حسان حكيمي انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، ان شاء الله يا رب نحتفل معاك بوصول المنتخب المغربي لأبعد نقطة ممكنة في كأس العالم مرة أخرى. أستاذ حسان حكيمي والد النجم الكبير أهم لاعبي يمكن المنتخب المغربي نجمهم الأول أشرف حكيمي، أنا بشكرك شكرا جزيلا، أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة القيمة. لسه مكملين مع حضراتكم عن كأس العالم، والمغرب بصراحة فرحتها حلوة، تقعد تفرح كده مع المغرب، تقعد تنبسط. ومن امبارح العالم كله يتحدث عن المغرب، يتحدث عن المفاجأة، يتحدث عن المنتخب الافريقي الوحيد اللي موجود في دور الثمانية، المنتخب الافريقي والعربي الوحيد اللي موجود في دور الثمانية من كأس العالم، المنتخب الوحيد اللي من خارج قارة اوروبا وامريكا الجنوبية اللي موجود في دور الثمانية في كأس العالم، المنتخب الوحيد اللي تفوق على ثلاث منتخبات كبرى حتى يصل لهذه النقطة. احنا بنتكلم في المنتخب الكرواتي والبلجيكي والاسباني. تتكلم على إنجاز حقيقي استثنائي وتاريخي للمنتخب المغربي، هو مش مجرد فوز جه بشكل استثنائي، فوز جه بضربة حظ، فوز جه بشوية روح وحماس وخلاص، لأ. تتكلم على منتخب ند الند لأي منتخب كبير، عشان المغرب فعلا منتخب كبير بالعناصر اللي عنده وبالمدير الفني وليد الرجراجي، المدير الفني الكبير جداً، الكبير جدا على مستوى القدرات. وكل مره هكرر ان الراجل ده بادئ تدريب كاول مره مدير فني في 2014، من 8 سنين بس. في 8 سنين انجازات بالجمله، انجازات بالجمله في 8 سنين بس، فهو برضو تجربه ملهمه جدا. دايما اتحدث عن هذا الامر في كاس العالم. طيب نرجع تاني للدوري المصري. بيراميدز النهارده فاز 2-0 على المقاولون العرب، رمضان صبحي سجل الهدف الأول في الدقيقة 33، وفخر الدين بن يوسف سجل الهدف الثاني في الدقيقة 87 من ركلة جزاء، وبيراميدز بدأ يتحسن. بداية ما كانتش جيدة جدا في الدوري هذا الموسم، ولكن النتائج بدأت تتحسن، والمقاولون العرب فريق صعب جدا جدا، مش يعني فريق تكتيكيا مع كابتن شوقي غريب يتعب أي منافس. النهارده بيراميدز قدر يحسم الأمور لصالحه ويفوز بثلاث نقاط أمام المقاولون العرب. نروح للمباراة الثانية، مباراة فاركو والداخلية انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. تقدم رامي صبري لفاركو في الدقيقة 7، وتعادل مصطفى فوزي للداخلية في الدقيقة 68، نقطة على الأقل محتاجها الداخلية مع تعثرات كثيرة. ولكن فاركو كالعادة بتاع تعادلات وبس، تعادلات، يخسر بهدف، تلاقيش الأداء كويس، تلاقيش يعني الأمور بالنسبة له صعبة شوية في الدوري المصري الممتاز، أمور مش ماشية بشكل مبهر لفاركو. بس في نفس الوقت برضه عشان هو ما دخلوش سوق الانتقالات بسبب عقوبات، فما عندوش عناصر كتير، فما تقدرش تطلب منه أكتر من كده يعني. ماشي، الأداء مش حلو دايما بتاع فاركو ونتائجه مش مبهرة، بس هو في حتة في النص كده، لا أنت عارف تقول هو وحش ولا أنت عارف تقول إن هو عظيم، هو في حتة في النص كده. نكمل مع حضراتكم. من كام يوم كان في موقف انه تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي في بدايه المونديال، كان البرازيل عندها مواجهه صربيا، وتيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي لبنته داخله الاستاد عشان تحضر المباراه، وكان معاها ابنها نام، هما داخلين الاستاد نام. فهو بحسب وصف تيتي بعد كده انه ابنها ثقيل شويه في الوزن، فمش قادره تشيله وتخش بيه المباراه. ففي مشجع اصيل، يعني اصيل جدا، مشجع فلسطيني، قرر ياخد الطفل دوت ويمشي بيه طريق طويل جدا عشان يخش المدرجات
عشان هي مش هتقدر تشيل ابنها يخش بيه المدرجات. ده كان امتى؟ قبل مباراه البرازيل وصربيا. المباراه الثانيه للبرازيل اللي هي مباراه اللقطه اهي، هي صورته البنت، بنت تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي، صورت الشاب الفلسطيني اللي قرر من نفسه يشيل الطفل. هو مش ثقيل ولا حاجه، بس يعني هو مجرد ان هو يشيله، يعني ما فيش بنت او ما فيش سيده هتقدر تشيل، والمشوار بيبقى طويل عشان تدخل المدرجات يعني. فدخل بالمدرجات. تيتي بقى في المؤتمر الصحفي ما قبل مباراه سويسرا والبرازيل اشاد بهذا الشاب في المؤتمر الصحفي، وقال ان انا عايز حد يوصلني بيه، انه عمل موقف عظيم جدا مع حفيدي وعايز حد يوصلني بيه عشان اشكره. وبالفعل قدر يوصل له، تواصل معاه، في صور اظهرته وهو مع تيتي المشجع الفلسطيني دوت، وهو متصور مع تيتي المدير الفني للبرازيل، واداله كمان تيشيرت اهو، اداله تيشيرت البرازيل وموقع عليه من لاعبي المنتخب البرازيلي. موقف انساني عظيم، لقطه حلوه في المونديال، لقطه حلوه من لقطات كتيره انسانيه في المونديال. المشجع الفلسطيني متصور مع تيتي وحفيد تيتي اللي كان شايله وهو نايم وداخل مباراه البرازيل وصربيا. تقدير من شاب عربي عظيم جدا للموقف، وتقدير من المدير الفني للبرازيل تيتي للشاب ده، والصوره كلها على بعضها حلوه جدا. المشجع الفلسطيني حسام سفريني اللي ساعد يعني ابنه تيتي عشان يشيل ابنها ويخش بيه المباراه معايا الان عبر سكايب. يا فندم صباح الخير، مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معانا، وعملت موقف عظيم جدا، موقف يشرف كل عربي بصراحه. صباح الفل، اهلا بيك كابتن كريم، شرف اكون معاكم اليوم، شكرا جزيلا على الاستضافه. شرف، شرف كبير لي. لا احكي لي بقى، احنا كل الموقف ده بالنسبه لنا كله صور، مجرد صور، فيديو بنته مصوراه، صوره انت متصورها مع تيتي، بس الموقف كله من اوله يعني، وانت داخل الاستاد اللي حصل ايه بعد ما الفيديو انتشر والراجل شافه واتكلم عنك في المؤتمر الصحفي، اتقابلته ازاي؟ احكي لي الموقف من الاول للاخر. صراحة عشان ألخص لك الموقف قدر الإمكان بس أدخل كمان بالتفاصيل الضرورية، يعني الحكاية كلها بدأت بعد مباراة البرازيل مع صربيا. كنا طالعين من الملعب، ويعني أستاذ لوسيل بياخد 80,000 متفرج، وتقريبا نحسب حساب يعني مثلا عندك 10,000-15,000 كانوا رايحين جهة المترو. فوزارة الداخلية والشرطة منظمين الموضوع بطريقة إنه الناس بتمشي بخط مستقيم لغاية ما توصل لمحطة المترو عشان يكون الموضوع مرتب ومنظم. المشكلة عشان الأعداد كبيرة جدا، الظاهر كان يفتح البوابة عشان يطلعوا الناس للمترو، يمروا 400-500 واحد ويقفلوها مرة تانية. فإحنا كنا نمشي حتة ونوقف، نمشي حتة ونوقف. فصار في بعدين تزاحم شديد هناك، وصار في يعني بعض المواقف حاولنا نساعد فيها ناس وأمهات مع أطفال صغار. وبعد فترة أنا بتطلع 5 دقائق 10 دقائق، في عائلة قدامي، أب أو أخ مع زوجته مع أمه الكبيرة بالعمر كمان مع أطفال صغار حاملينهم. ففي كانت الناني معاهم المربية، يعني وزنها يمكن 50 كيلو هي، وحاملة ولد عمره 7 سنين، في تقريبا حوالي 7 كيلو. فأنا اشفقت عليها، فروحت عند الأخ ولا الزوج سألته ممكن لو سمحت تساعدها بس أحمل عنها الطفل شوي وحكون ماشي معاكم. أنا ما خلصتش الجملة، كانت مدياني الولد أصلي. فكانت يعني مشكلة بتعاني منه، بس ممنوع تاخد يمين ولا شمال ولا ترجع، ما في عندك غير الانتظار الى الامام سر. المهم الموضوع اخذنا تقريبا ساعه لربع او ساعه لغايه ما وصلنا محطه المترو. ومحطه المترو كمان كان المترو عليها ازدحام شديد، فهم قرروا ياخذوا تاكسي او اوبر وطلعوا على الفندق، وانتهى الموضوع بالنسبه لي هون. هلا الظاهر انه ابن المدرب، على فكره مدرب انكتب تيتي بس هو تشيتشي، ابنه ماتيوس مساعد المدرب، ومرته هي اللي انا حملت ابنها اللي هو حفيد تشيتشي، كانت بتصورني بالمترو لما وصلنا عند المحطة، وهذا الفيديو يمكن اللي انتشر أكثر شيء بالسوشيال ميديا ومحطات التلفزة. أنا انتهى الموضوع عندي وما تخيلتش أنه هيحصل أي حاجة. ثاني يوم واحدة من أصدقائي هون يعني تبعت لي فيديو مكتوب عليه بالعربي، مدرب المنتخب البرازيلي يبحث عن الرجل الفلسطيني لشكره، والكلام حوالي 2 دقيقة كله بالبرتغيز، هم بالبرازيل بيتكلموا برتغالي طبعا. طبعا. والسبتايتل اللي حاطينه كمان برتغالي، فانا مش فاهم لا الكلام اللي اتقال ولا الكلام اللي على السبتايتل. وانتهى الموضوع عنده، يعني قلت مدرب البرازيل حيوصل لي ولا انا حوصل له يعني. يوميتها رحت على مباراه البرتغال والاوروغواي.
فاحنا طالعين من هناك المشجعين برتغاليين المفروض معظمهم، فبتكلموا نفس اللغه البرازيليه اللي بالبرازيل. فبسالهم اني بادي سبيك بورتوجيز، حدا بيتكلم برتغالي؟ فواحد قال لي انا بتكلم برتغالي انا برازيلي. فقلت له تعال لو سمحت اشرح لي بس المدرب اللي عندكم بيتكلم عن الموضوع هذا ايش بقول، اشرح لي بس ترجم لي كلمتين ثلاث. فاول رد فعل من عنده كان انه من وين جبت الفيديو هذا؟ الفيديو هذا از جوينج فايرال ان برازيل، يعني برازيل قايمه الدنيا ومش قاعده عليه الفيديو هذا. قلت له ليه؟ قال لي احنا كره القدم عندنا ثقافه، كره القدم في دمنا، تخيل كاس عالم والمنتخب الوطني بقطر ومدرب المنتخب الوطني بيطلع بمؤتمر صحفي وهي جيتس ايموشنال، يعني بيتاثر وهو بيتكلم، لانه هو كان بيتكلم عن الرجل الذي ساعد مش عارف ما بيعرفوش ابدا وجاء من حيث لا نحتسب وحمل الولد ساعة وهو يمشي فيه، فكان متأثر بالحديث وبتكلم. المهم بعدين بسألني هو إنه ليش أنت مهتم بالموضوع أنت؟ قلت له آه. فقال لي أصورك صورة وأخذنا سيلفي مع بعض. بعدين قال لي ممكن تلف عشان ياخذ صورة البروفايل من الظهري من وراء اللي عليه العلم الفلسطيني. قلت له تفضل، وبعت لي الصور هذول على الواتساب. فلما بعتهم الظهر صار عنده رقم تليفوني طبعا. واحنا ماشيين بعدين خلص سلام سلام، فبقول لي اسمع انا في عندي اصدقاء بيعرفوا ناس بالبرازيليان فوتبول اسوسيشن، اللجنه الاولمبيه البرازيليه لكره القدم، وممكن اتواصل معاهم. قلت له اوكي، بس الى هاي اللحظه لم اتخيل ابدا انه اتحاد البرازيل لكره القدم حيوصلني يعني. ورحت على البيت وانتهى الموضوع. وصلوا لك ازاي؟ تفضل. كمل. لا كمل خلاص، كنت اقول لك وصلوا لك ازاي بعد كده، افتكرتك انتهيت. طيب معلش. لا لا اتفضل. انا بحاول اختصر قدر الامكان. لا بالعكس، لا بالعكس، انا على فكره انا كثير مجتزئ لك، مجتزئ. انا مستمتع، انا مستمتع جدا بالحكايه، فانت براحتك خالص. تسلم تسلم. ثاني يوم في واحده بتبعت لي مسج اس ام اس وبتقول لي حسام انا فرناندا اللي انت حملت ابنها لما كنا بالمترو قبل يومين، از ذات يو، هو ده انت؟ فقلت لها نعم. قالت لي ابعت لي صوره. طبعا اي واحد كان ممكن يطلع بالموضوع يقول لك انا حسام يعني، ولا انا الشخص المجهول. بعت لها الصوره فبترد علي بتقول لي يس، يعني لقيتني، انتصار. قالت لي النهارده في تدريب للمنتخب البرازيلي، حيخلصوا التدريب الساعه 4:30 واحنا كعائلات حنكون موجودين هناك، بتحب تيجي؟ فيل فري تو سي نو، يعني خذ حريتك انك تقول لا لو مش عايز. قلت لها مش عايز مين؟ جاي على طول. فكنت موجود بالملعب الساعة 4:30، قابلنا أنا وإياها وأولادها، وكان في قسم للعائلات اللي هو زوجات اللاعبين وأبنائهم وتيتا وجده بيكونوا موجودين مثلا. فلما خلصوا تدريب 10 دقائق اللاعبين إجوا عنا هون، فكان يعني لقاء عائلي. روبرتو كارلوس فريم مينيو رودريغوز إليسون بيكر، قلت له سلم عمو صلاح على فكرة، وتيتا، كلهم العالم العظام، عظام البرازيل كلهم موجودين وكلنا مع بعض، يعني لقاء عائلي. فبعدين أجاني الميديا مانجر تبع المسؤول الإعلامي للمنتخب وقال لي لو سمحت حسام بس تشيتشي عايز أشوفك بالملعب عشان القناة الأولى البرازيلية حتعمل لقاء سريع يعني. فنزلت على الملعب، وهذه الصور يمكن اللي انتشرت أكثر شيء شفتوها لما قابلت تشيتشي وسلمنا على بعض بالأحضان وكذا، شكرني وتكلم عن الإنسانية وكرة القدم يعني والأمور هذه. موقف عظيم ورائع جدا. عارف ان انت دلوقتي معاك التيشيرت كمان اللي مضى عليه من لاعبي المنتخب البرازيلي، مظبوط؟ صراحة وانا واقف معه هناك يعني انا شايفه حامل تيشيرت اصفر بايده، فيعني فرحت جدا لما اعطاني تيشيرت المنتخب البرازيلي. بس لما فتحت التيشيرت قدامه هيك لقيته موقع من كل لاعبين المنتخب البرازيلي. الله. كلهم الموجودين هناك. الله. كلياتهم. الله. وحتى يعني سبحان الله، يعني سمعتها كمان من احد المعلقين انه البعض يسعى دائما للحصول على توقيع احد اللاعبين البرازيليين على تيشيرت او على شال او كذا. انا لم اسعى اليها الحمد لله، ولكن بفعل عمل انساني بسيط جدا، وعلى فكره يعني عمل بديهي جدا، هو من عاداتنا ومن تقاليدنا ومن صح. تربيتنا. صح. يمكن انا لو ما عملتها كابتن كريم يمكن حدا تاني بعد 5 دقائق عملها، يعني مش لازم. لا ومعلش ومعلش انا بقطعك، بس ما هو انت كمان وانت بتحمل الطفل ده انت لا عارف ان هو حفيد تشيتشي، ولا عارف ان هو في البرازيل، ولا عارف ان هو برازيلي اصلا، عارف اي حاجه نهائياً. يعني انت ما عندكش نهائياً. حسابات، فانت بتقول انا هعمل كده عشان اللقطه، ولا كنت في دماغك كمان ان في حد وراك بيصورك نهائيا، ولا كنت عارف اللي بتصوره، ولا عارف من هم اصلا. وحتى لما وصلتهم يعني ما عرفوني على نفسهم او شكروني وعرفوا على نفسهم، لا ثانك يو ثانك يو وانتهى الموضوع.
والموضوع كمان انت حسب روايتك وحكايتك انت كمان ما ساعدش لما الراجل عرفت ان هو اتكلم عنك انك تروح تقابله زي ما هو عايز كمان. ده الموضوع كله مصدفه. ولم يخطر على بالي انه في اتحاد برازيلي بالعالم حيتواصل مع حسام والحسام يقدر يتواصل معه. بص هو الموقف كله على بعضه عظيم وجميل ورائع وحكايتك حلوه وابتسامتك عظيمه وموقفك يشرفنا كلنا كعرب بصراحه يعني. ممكن يبقى موقف بسيط جدا بس يدي صوره ورساله عبقريه للعالم كله ازاي اخلاقياتنا عظيمه كده. الحمد لله. فانت الحمد في موقف لله. صغير قوي كنت سفير لينا كلنا فانا بشكرك شكرا جزيلا من جوه قلبي. الله يخلي ليك تسلم تكريم. كريم السؤال بقى انت بتشجع مين دلوقتي في المونديال؟ صراحة أنا من مشجعين المنتخب الجزائري، حتى لو الجزائر ما بتلعب بالمونديال، أنا بهذا المونديال أشجع المنتخب الجزائري، اسمح لي فيه. لا طبعًا ده حقك طبعًا، حقك. أنا بشكرك شكرًا. طبعًا أتمنى طبعًا. للمغرب يعني أتمنى للمغرب كل التوفيق يا الله. إن شاء يعني الله. إن شاء الله ما شاء الله عليهم، إن شاء الله حلم النهائي على فكرة حلم النهائي مش بعيد عن المغرب. برافو عليك. مش بعيد عن المغرب. صحيح. وأتمنى من لاعيبة المغرب ياخذوا الموضوع بجدية وما يستهينوا. انتوا فزتوا على هولندا هولندا وفزتوا على اسبانيا اسبانيا عفوا اسبانيا اسبانيا بطل كاس العالم يعني ما تستهينوا بالموضوع ان شاء الله ان شاء الله كاس للمغرب ان شاء الله ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا حقيقي شرفتنا كلنا وحقيقي المداخله وزورك النهارده معايا ده شيء يعني سعيد بيه جدا. انا بشكرك شكرا جزيلا مشجع فلسطيني حسام سفريني اللي ساعد زوجته وابنه تشيتشي مدرب البرازيل هو تيتي تنطق بالانجليزيه تيتشي تنطق بالبرتغاليه هكذا هو كان النقاش بيننا دلوقتي. ساعدها شال الطفل لما قال لكم قصه ثانيه اللي ما بداش معانا الحكايه شال الطفل وساعده وبعد كده الراجل المدير الفني للمنتخب البرازيلي طلب انه او سال في المؤتمر الصحفي لمباراه البرازيل وسويسرا لو حد يعرف مكانه وبالفعل تواصل معاه واداله تيشرت المنتخب البرازيلي اتصور معاه وداله تيشيرت المنتخب البرازيلي ممضي وموقع من كل لاعبي المنتخب البرازيلي. بص قد يبدو الموقف عادي انت هتقول كده على فكره وهو ده اللي قاله برضه انه كلنا في مواقف شبه دي معظمنا هناخد نفس الموقف موقف الشهامه العربيه الرجوله دي الجدعانه دي. شفنا حتى مشاهد تانية في المترو ازاي العرب بيقوموا للاجانب ويقعدوا يقعدوهم مكانهم كبار السن ويقوموا هم يقفوا في المترو مثلا. في مواقف زي دي اتنشرت كتير بس ده العادي بتاعنا ده العادي فعلا اللي بنعمله يوميا وعادي. بس هو الموقف حلو كمسج ورساله عظيمه في العالم كله في بطوله العالم كله بيشوفها كل فيديو كل صوره بتطلع من المونديال ده العالم كله بيشوفه فرساله للشهامه العربيه الجدعانه العربيه اللقطه العربيه اللي بتتعمل دايما بشكل تلقائي. موقف حلو قصة حلوة على بعضها. طيب لسه مع المنتخب المغربي اللي مش هنسيبه لحد ما إن شاء الله إن شاء الله نفرح بيه يوم السبت القادم وهو فائز على المنتخب البرتغالي وواصل لسيمي فاينل كأس العالم. أنت متخيل كلام أنا بقوله طالع من لساني دلوقتي دوت متخيل الحلم نقول المنتخب المغربي أنا مستني يوم السبت ده أجي بالليل أقول المنتخب العربي المغربي يصل لنصف نهائي كأس العالم. أنت متخيل حلم حلم وان شاء الله المنتخب ده المنتخب المغربي ده خلى الاحلام كلها واقع فان شاء الله الحلم يبقى واقع يوم السبت ان شاء الله القادم. معايا عبر الهاتف الان الاستاذ عبد اللطيف المتوكل رئيس رابطه النقاد الرياضيين في المغرب. يا فندم صباح الخير مشرف ومنور. اهلا وسهلا اخي العزيز الاستاذ كريم تحيه ليك والمشاهدين الافاضل وانا سعيد بان اكون معكم على الهواء مباشره من المغرب ونحن نعيش هذه الأجواء أجواء الفرح وأجواء البهجة بهذا التألق اللافت للمنتخب المغربي لكرة القدم الذي يشرف نفسه ويشرف كرة القدم العربية في هذا المحفل العالمي الكبير الذي تحتضنه دولة عربية شقيقة ألا وهي قطر. المنتخب المغربي عايشنا كلنا في حالة سعادة مفرطة الأيام اللي فاتت يعني في مصر هتلاقي سعادة في السعودية هتلاقي سعادة في تونس في الجزائر قطر في عمان في كل في البحرين في اي دوله عربيه كل الناس كلها دلوقتي شايفه ان المنتخب المغربي ده منتخبها منتخب بلدي واحنا نتعامل الان مع منتخب المغرب وكانه منتخب بلدي عشان هو شرفنا ورفع راسنا. قول لي احساسك واحساس كل الجماهير المغربيه
للي وصله المنتخب المغربي حتى هذه اللحظة في كأس العالم؟ أستاذ كريم رمزي، هو إحساس متقاسم، إحساس مشترك من الماء إلى الماء، من الخليج إلى المحيط. فلا تتصور أخي كريم، بالأمس مباشرة بعد نهاية المباراة وتم الحسم كما يعرف الجميع عن طريق ضربات الجزاء الترجيحية، توصلت بسيم من مكالمات هاتفية من زملاء إعلاميين من أرض الكنانة، من مصر، من لبنان، من فلسطين، من مجموعة من الدول العربية، إلى درجة أن زميل صحفي لبناني وهو الأستاذ حسن شرارة وأحييه بهذه المناسبة، تحدث معي وهو في البيت وأبناؤه يبكون يدرفون دموع الفرح. تصور معي هذا السحر وهذا الوقع الذي تحدثه الرياضة وتحدثه الانتصارات الرياضية العربية، سواء كان المغرب أو كانت مصر أو كان الأردن أو كانت تونس أو كان أي بلد عربي آخر. صحيح. فالحمد لله أن هذه الرياضة جعلتنا نستفيق ونقدر المرحلة التي تعيشها الأمة العربية في الترقية الراهنة، ونحن في أمس الحاجة إلى الوحدة وإلى التضامن وإلى تكريس هذه المعاني، معاني الأخوة والتضامن والوحدة والأخوة والتعاون وتبادل الخبرات وتبادل التجارب. صحيح. لذلك فهذه هي الرياضة، الرياضة لها سحرها الخاص. ولذلك فالمشاعر مشاعر جميع العرب، جميع العرب سواء كانوا داخل أوطانهم أو كانوا يعيشون في بلدان أخرى، الكل كان سعيدا وكان منتشيا، والكثير من الرسائل التي توصلت تقول لنا رفعتم رؤوسنا. ولذلك فنحن شعورنا واحد، ونتمنى لهذه التجربة الجميلة وهذه المشاركة الرائعة، نتمنى أن تكتمل حتى النهاية، ولما لا أن نرى المنتخب المغربي في نصف النهاية أو في المباراة النهائية إن شاء الله. الفكرة أنه فعلا المنتخب المغربي رفع سقف توقعاتنا بشكل كبير جدا. نحن نتحدث الآن عن المنتخب المغربي، ليه ما يوصلش نهائي كأس العالم؟ ليه ما ياخدش كأس العالم؟ احنا رفع سقف توقعاتنا، وده مسنود على فكرة انك تكسب كرواتيا وصيف كأس العالم 2018، تكسب بلجيكا ثالث العالم 2018 المصنف الثاني عالميا، تكسب المنتخب وتتخطى المنتخب الأسباني بطل العالم قبل كده. فهو اللي رفع سقف توقعاتنا. هل دي توقعات مشروعة ولا مبالغ فيها؟ والله لما تسمع للناخب المغربي، للمدرب المغربي وليد الركراكي، صح، ويتحدث منذ قبل أن يسافر مع المنتخب المغربي إلى قطر وقبل أن يدخل غمار مونديال قطر، كان دائما يقول بأن ويطلب ويناشد الإعلام الرياضي المغربي والجماهير المغربية، يناشدها بأن تبقى متفائلة، وبأن وحتى الجماهير المغربية يطالبها بأن تساند وتدعم وتثق. كان دائما يردد هذه الكلمة، صحيح، ثقوا، عليكم أن تثقوا في هذه المجموعة. وكان يمزح في أحد اللقاءات الصحفية، قال يقول ممكن الكرة ترتطم بالعارضة ولا تدخل وتخرج. فقال لهم كرة القدم هي رياضة تعتمد صحيح على الحظ، ولكن تعتمد على المثابرة وعلى الثقة. قال لهم أريد منكم أن تنقلوا هذه الثقة إلى اللاعبين. ولذلك أعتقد بأن وليد الركراكي كمدرب طموح، كمدرب واعد، بالنظر للتجارب الناجحة التي حققها في مساره التدريبي القصير، سواء مع فريق الفتح الرياضي أو فريق الوداد الرياضي، وتجربته أيضا التي كانت في الدوري القطري، فهو عنده طموح كبير، وكانت بصمته بصمة واضحة، أنه الجميع يقدر الدور الذي لعبه وليد الركراكي في خلق تلك التوليفة وذلك التجانس. أصبحنا نستشعر بأن المنتخب المغربي عبارة عن عائلة، وهناك الكثير من المحللين والنقاد كانوا يرددون منذ أيام بأنهم لأول مرة يشاهدون المنتخب المغربي بجميع مكوناته ولاعبيه، سواء اللاعبين الرسميين أو الاحتياطيين، يشاهدون بتلك الروح، صح، روح التضامن والمساندة والتماسك. اللاعب الاحتياطي كأنه لاعب على المستطيل الأخضر. صحيح. فهذه الروح العائلية
الفضل فيها يرجع إلى وليد الركراكي الذي استطاع أن يخلق في هذه المجموعة روح الحماس وروح الثقة وروح أيضا الشجاعة، لأنه لا يجب أن تخشوا أي منتخب، يجب أن تدخلوا وتطبقوا التعليمات وتضعوا في 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 مفكرتكم وفي وجدانكم أنكم تمثلون بلدكم، تمثلون كرة القدم الإفريقية، تمثلون كرة القدم العربية. يجب أن تؤمنوا بمؤهلاتكم وإمكانياتكم وتدخلوا إلى الملعب وتؤدوا واجبكم. والملفت أخي كريم وما شاهدناه، هناك العديد الآن من اللاعبين هم مصابون، هناك من له إصابة طفيفة، وهناك من يشعر بالعياء ويشعر ببعض الآلام، ومع ذلك فهو يسابق الزمن لكي يكون مؤهلا لخوض أي مباراة. صحيح. فأنتم شاهدتم بالأمس كيف أن مجموعة من اللاعبين، بعض اللاعبين لم يكونوا يرغبون في الخروج رغم أنهم كانوا يريدون أن يستكملوا المباراة وهم في تلك الحالة من الإرهاق والتعب والألم الذي يشكون منه. ولذلك أعتقد أن هذه الروح هي روح إيجابية. صحيح. اللاعبون مستعدون لترك أعضائهم، لترك كل شيء فوق المستطيل الأخضر من أجل إسعاد جماهيرهم، من أجل إسعاد وطنهم، ومن أجل إسعاد الجماهير الرياضية العربية من الخليج إلى المحيط. صحيح. أستاذ عبد اللطيف المتوكل رئيس رابطة النقاد الرياضيين بالمغرب، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، قلوبنا معاكم، قلوبنا مع المنتخب المغربي، إن شاء الله الأمور تفضل زي الفل لنهاية كأس العالم. وليه لأ؟ هم خلونا نحلم والحلم منطقي. وهفضل أكرر تصريحات وليد الركراكي، قال لك نحلم إن احنا ناخد كأس العالم وليه لأ؟ ولو مكسبناش كأس العالم هيقولوا بعد سنين طويلة يوم ما منتخب عربي يعمل الإنجاز ده إن المنتخب المغربي كان أول منتخب يحلم بالفوز بكأس العالم. ما هو برضه الحلم بفوز بكأس العالم دي هتقول لي ما كل الناس ممكن تحلم عادي، لأ. ما أنت بتحلم بالفوز بكأس العالم عشان عندك الإمكانيات وعندك الحاجات اللي عملتها وعندك المباريات اللي تخطيتها فخليتك تحلم إنك تفوز بكأس العالم. مش محدش يقول لي بس ما كلنا ممكن نحلم، أي دولة عربية تحلم. لأ، مش حلم وخلاص. فالمنتخب المغربي حلم وصدق حلمه، ويا رب يا رب مفيش حاجة مستحيلة، الحلم يبقى واقع في النهاية إن شاء الله. نرجع تاني للدوري المصري الممتاز، تعالوا نشوف جدول الدوري حتى هذه اللحظة، حبة كده وحبة كده، سخن وبارد طول الوقت. يلا بينا. المركز الأول النادي الأهلي بخمس انتصارات في صدارة جدول الترتيب ب 15 نقطة، الزمالك في المركز الثاني ب 11 نقطة، بيراميدز في المركز الثالث ب 11 نقطة، وفيوتشر في المركز الرابع من 4 مباريات 10 نقاط، غزل المحلة في المركز الخامس ب 10 نقاط أيضا، الاتحاد السكندري ب 4 مباريات في المركز السادس ب 9 نقاط، وفرقه في المركز السابع ب 7 نقاط، والبنك الأهلي والمصري والمقاولة العربية يتساوون في النقاط 6 نقاط في المركز الثامن والتاسع والعاشر. سموحة في المركز ال 11 ب 5 نقاط، وإنبي بنفس الرصيد في المركز ال 12، في المركز ال 13 طلائع الجيش ب 4 نقاط، وسيراميكا كليوباترا في المركز ال 14 بثلاث نقاط، وبنفس الرصيد أسوان في المركز ال 15، وفي المركز ال 16 الداخلية بنقطتين، وفي المركز قبل الأخير الإسماعيلي بنقطة واحدة، وأخيرا حرس الحدود بنفس الرصيد نقطة واحدة. طيب ده الوضع حاليا. أنا هيبقى معايا ضيوف بعد لحظات، أصدقاء أعزاء نتحدث معهم كثيرا، هنروح ونتحدث معهم في كثير من الأمور اللي تخص كأس العالم، الصديق العزيز محمود أبو الركب والصديق العزيز إسلام أحمد، نتحدث وننبسط ونشوف اللي بيحصل في كأس العالم حتى ما وصلنا لهذه المرحلة ما قبل دور الثمانية في المونديال. خليكم معنا. يا أهلا بحضراتكم مرة أخرى. الكلام في الكورة عن كأس العالم مش المفروض يخلص بقى، احنا يعني ايه عايزين ناخد الـ30 يوم يعني تحت وردم زي ما بيقولوا، مش هنسيب كأس العالم دوت، المتعة دي ما بتحصلش كل يوم، بتحصل كل 4 سنين. عشان كده مبسوط قوي قوي ان النهاردة رضي عني استاذ محمود ابو الركب. يا نهار ابيض، وشفته اخيرا عشان كان وحشني جدا. استاذ محمود وحشني يا كريم. الكلام ده انت إيه؟ يعني ده انت والرئيس بتاعنا تأمر اوامر. حبيبي ربنا يخليك، ربنا يبارك فيك. مبسوطني معاك وانا مبسوط جدا، وايضا الصديق العزيز اسلام احمد. واسلام اصلا
صحفي كبير وشاطر وعشرة، وياما اشتغلنا مع بعض، ودايما كان هو شاطر جدا يعني في الناس اللي بشتغل معاهم كلهم. اسلام مشرف ومنور لاول مره، مبسوط جدا ان انت معايا النهارده. شرف ليا ان انا معاك طبعا، ويعني ميرسي جدا على الكلام ده والله. اقل من حقك، اقل من حقك، بس عايز اقول لهم اسمك الحقيقي. ماشي. عشان هو اسمك اللي مكتوب طبعا على الاسترابات والحاجات دي اسلام. أوه. احمد. اه عادي. بس هو اسمه ايه يا استاذ؟ كولومبيا. اسلام كولومبيا بوجوتا. الاول اعرف اسلام معروف باسلام كولومبيا، ليه اسلام كولومبيا؟ عشان امريكا الجنوبيه، يعني انا مهتم اكتر بامريكا الجنوبيه، وكان ليها قصه شويه قبل ما اشتغل حتى في ابدا في مجال الصحافه الرياضيه يعني. فمع الوقت ومع الشغل في الصحافه الرياضيه، وعشان انا متابع قوي شويه للكره في امريكا الجنوبيه، فارتبط الاسم بقى اكتر. يعني اسلام معنى كولومبيا في امريكا الجنوبيه، مش اسلام الارجنتين، اسلام البرازيل. ما هي لا، اسلام كولومبيا احسن من اسلام البرازيل. البرازيل تحسها تقيله، الارجنتين تقيله. اسلام كولومبيا اخف شويه، لكن مالكش علاقه بكولومبيا نفسها. لا الحمد لله. جبتك مش باعت ايه؟ مش يعني باعت. اصدقائي الاعزاء في الاعداد بيقولوا لي ايه معنى اسلام احمد، فبقول لهم مين اسلام احمد؟ اسلام احمد اقعد يحكوا لي السي في، قلت لهم يا جماعه اسلام كولومبيا. قالوا لي لا هو اسمه اسلام احمد، قلت لهم بس مش عارفين حاجه بقى هو اسلام كولومبيا. مصدرنا الاول في امريكا اللاتينيه وسود امريكان. شرف ليا والله ان انا معاكم النهارده. يعني بشكل عام كنت من كام يوم، ده رايي الشخصي، قلت ان النسخه دي من كاس العالم، النسخه دي من كاس العالم انا شايفها الافضل بالنسبه لي من اللي شفته من عينيا. يعني اللي حضرتهم دايما بقولش في المطلق، عشان اللي شفته من عينيا من اول 94 بالنسبه لي كانت 98 احسن نسخه. بس النسخه دي فيها كل حاجه حلوه، فيها مفاجآت بالجمله في الدور الاول، فيها المغرب بتوصل لدور الثمانيه منتخب عربي، فيها لاعبين وعناصر جديده بنشوفهم بيتالقوا على عكس العاده، يعني زي مثلا تشيزني حارس اليوفي بيتالق جدا في هذه البطوله وخلافه، يعني في كذا مثل. فده رايي. تشيزني عنده رقم قياسي، اخر 8 ضربات جزاء اتشاطوا عليه صد 7 من الدوري الايطالي. حد اصلا من اخر 8 ضربات جزاء اتشاطوا عليه صد 7، اللي هو انا كده اي كره هتجيلي هصدها، مش ممكن ورا بعض 7 مختلفين. ضربه الجزاء قدام شيزني تبقى فرصه ضايعه، مشكله كبيره جدا. لو جات لك ضربه جزاء ما تفرحش. استمرار طبعا الدوري الايطالي، الحراس اللي بتصد ضربات جزاء دايما بيجي لهم الحاله دي. صح. باليوكا صد 6 من 8، ده كان الرقم القياسي. سمير هاندانوفيتش 6 من 8 رقم القياسي. تشيزني بقى دلوقتي 7 من 8. النسخه دي من كاس العالم رايك فيها ايه؟ بص انا مرتبط، انا حاولت اثر عليك برايي كله، قعدت اقوله كله عشان اثر عليك. لا لا بالعكس، انا حبيت جدا رايك في 98، و 98 كانت احسن اغنيه كاس عالم اتعملت طبعا، فاحسن بس نبقى على نور طبعا. وكان كاس عالم برضو النجوم بتاعته بتبني على اللي حصل في 94. انا مرتبط جدا ب 94 وكبطوله فيها نجوم واسامي، لان كل فرقه، كولومبيا بقى عندنا فالديراما وهيجيتا، عندنا جورج هاجي، عندنا ريستو ستوشكوف، ايطاليا وقصتها، برازيل وقصتها، وباجيو وروماريو وبيبيتو، ده 94. بس البطوله دي احسن بطوله على مستوى التنظيم، احسن بطوله على مستوى جوده الملاعب، احسن بطوله على مستوى الصراع، وبطوله ليها الحظ انها بتاخد الفاينل لاب واللفه الاخيره بلغه سباق السيارات بتاع كريستيانو وميسي. ايوه. ودي جزء من سر كره القدم، الكلمه اللي انا دايما بقولها، كرة القدم دائما ما تعطيك فرصة للعودة. عندي احساس كبير جدا ان في نجم من النجمين سواء كريستيانو او ميسي، عشان عارف حبك لكريستيانو، وهقول لك على كريستيانو اللي احنا كلنا بنحبه. انا شخصيا طول عمري بحب الارجنتين، وارجنتين يمكن منتخبي المفضل اللي انا بحب اتفرج عليه بعد ايطاليا. بالمناسبة انا ما بحبش اروج لفكرة تشجيع المنتخبات. ممكن الاندية اوكي، لكن تشجيع المنتخبات احنا نشجع منتخب مصر. صح. لكن تحب تتفرج بالزبط. تدوق طبق تاني، بتميل للكره، الكره تذوق. فده اللي انا بقوله يعني. فغالبا وبنسبه كبيره في حاجه هتحصل ما بين كريستيانو وميسي في الفاينل لاب. خلينا واحنا ماشيين كده بنسخن. هتحصل ان شاء الله. نفس السؤال يا اسلام، رايك ايه في النسخه الحاليه من كاس العالم بشكل عام؟ يعني مش هختلف على اللي انت قلته خالص الصراحه. يعني يمكن انا بالنسبه لي يمكن بدات من 98، فبالنسبه لي برضو دور المجموعات كان عظيم جدا، او البطوله بشكل عام كانت عظيمه جدا، خصوصا ان في كل منتخب ما كانش فيه نجم واحد بس، اثنين وثلاثه. واستمالا حصل في 94، يمكن ما حضرش 94 بس دايما كان كله بيقول ان هي من اعظم البطولات اللي في تاريخ كاس العالم. انا اقول لك حاجه، انا اسف للمقاطعه، انا كمان مستني مواجهه تجمع الارجنتين بالبرازيل في السيمي فاينل، عشان كده يبقى احنا خلاص يعني قفلنا البطوله ديت، وخلاص ساعتها هنقول بقى ايه، هي دي البطوله اللي حلوه قوي، دي اعظم حاجه في الكون، مباراه قرن يعني. لا هي كمان البطوله دي فيها ميزه ان هي مع المفاجآت، فهي بتخليك تشوف كل الكلاسيكيات اللي انت ممكن انت عايز تشوفها في كاس العالم. يعني مثلا احنا اول ما شفناش الارجنتين والمانيا اللي هي اكتر مباراه قررت في كاس العالم، بس على الاقل انت عندك فرصه تشوف الارجنتين وهولندا، واحده من كلاسيكيات كاس العالم من 74. صح. انجلترا وفرنسا برده ممكن تكون مباراه مش في كاس العالم مالهاش تاريخ قوي قوي،
لكن لا هي مباراه ضخمه طبعا. فانت ده مع المفاجات بقى اللي حصلت وفرصه ان انت ممكن تشوف ميسي ورونالدو مثلا يتقابلوا قدام بعض في النهائي لو حصلت، فكره البرازيل والارجنتين، وطبعا بقى اجواء 90 والماء المقدسه وكل القصص اللي احنا كنا بنسمع عنها ديت، والتاريخ طبعا الكبير ما بين المنتخبين. فاعتقد لا ان هي بطوله وافد بكل وعودها، سواء من على بدايه من التنظيم، هنتكلم على فكره المفاجات، حصلت مفاجات سواء على المستوى الاسيوي على المستوى الافريقي على مستوى النجوم، شفنا مواهب طالعه بشكل كويس جدا، شفنا نجوم كبيره بتأدي بشكل ممتاز جدا. لا فهي بطوله ماشيه بخطه ثابته لان هي تبقى واحده من احسن بطولات في تاريخ كاس العالم. سيناريو كريستيانو ميسي دوت، رغم ان انا بحب كريستيانو جدا، رغم ان انا احب اشوف كريستيانو بيشيل كاس العالم كمان، بس برضه بصراحه يعني مواجهه المغرب والبرتغال والاكسبكتيشنز اللي علتها جدا المغرب في البطوله دي خلتني احس انه وليه لا. وبعدين المغرب محمود مش بتلعب بفكره انه منتخب عربي والمنتخب اللي قدامه اكبر منه بكتير، لا احنا بنلعب بنديه، انا عندي عناصر كويسه وعندي مدرب كويس، طب انا كمان ممكن اكسب، مش مجرد مفاجاه مستنيين مفاجاه، لا احنا مستنيين المغرب تلعب كره قدام البرتغال وتكسبها وتوصل سيمي فاينال كاس العالم. هي دي اخطر حاجه على المغرب. اه هي دي اخطر حاجه على المغرب الحقيقه. على قد ما انا فرحان جدا باللي حصل قدام اسبانيا، على قد ما انا حزين ان المغرب مع البرتغال. البرتغال هو المنتخب الضد، البرتغال مش اسبانيا. اسبانيا هوس الاستحواذ والتيكي تاكا والبوزيشن جيم مقابل فريق بيعرف يستقبل الضغط ويطلع بالكاونتر اتاك. سفيان مرابط واحد من افضل لعيبه الدوري الايطالي فيورنتينا، بيقدم مستوى رائع جدا، بيتحمل كافه الضغوط. حكمت اشرف حكيمي انطلاقه فلاكشيب للجانب الايمن، حاجه نموذجيه. ياسين بونو حارس مرمى قوي جدا، فرقه عندها عمود فقري قوي. لما تلعب عليها مباراه من النوع ده سهل قوي انك توصل زي ما حصل وتوصل لضربات الجزاء. البرتغال موضوع تاني، البرتغال موضوع مختلف. البرتغال بتلعب زي هولندا، شفت هولندا بتلعب ازاي؟ هولندا بتقول لك بص انا جربت الكره الجميله وجربت متعه الاخرين، القناعه اللي عملها جوزيه مورينيو في روما والقناعه اللي غير بيها مورينيو العقليه في روما. روما تريجوريا كان مستحيل، روما يلعبوا كره اجلي فوتبول والصراع الابدي ما بين الكره مش هقول قبيحه لكن الكره المنضبطه والكره المنفتحه. الكره المنفتحه في كاس العالم 82 ليلي سانتانا، البرازيل مع ليلي سانتانا اجمل فرقه قدمت كره قدم في تاريخ اللعبه هي برازيل 1982. وبعد ذلك خسرت من ايطاليا من دينو زوفو وجايتانو تشيريا وبرونو كونتي، وفازت ايطاليا باللقب، ساندرو بيرتينيو لعب الكوتشينا في الطياره، وخسرت البرازيل تلعب كره جميله. عشان كده البرتغال بطريقه لعبها، بطريقه ادارتها للمواقف، بطريقه تقديمها للنجوم سواء رافائيل لياو او حتى سانشو او حتى اللعيبه، رونالدو يقعد على الدكه وما يبداش المباريات وتبدا الجدل بقى يحصل، واللعب المتحفظ بتاع البرتغال يخليك تخاف جدا في مباراه المغرب. طيب اسلام، المغرب من الحاجات المهمه جدا فيها انه هي لعبت بعناصر مهمه في كل مركز اللي كان بيتكلم فيها محمود ابو ركب. في كل خط هتلاقي في الخط الامامي في حكيم زياش وفي نصيري طبعا وفي بوفال كمان، في نص الملعب سفيان مرابط واحد من افضل لاعبي الوسط في البطوله مش بس مع المنتخب المغربي، في خط الدفاع في رومان سايس مع اشرف حكيمي طبعا او حتى مزراوي على الشمال، في حارس مرمى كبير اسمه ياسين بونو. فانت بتتكلم في خطوط كلها رائعه جدا. في رايك تلعب المغرب مباراه كبيره قدام البرتغال زي ما لعبت قدام بلجيكا وكرواتيا والمنتخب الاسباني، ولا الامور هتبقى صعبه جدا عليها قدام البرتغال؟ لا المباراه هتبقى صعبه على المغرب، كل ما يعني بتوصل لمرحله ابعد كل ما المباراه بتزداد صعوبه طبعا. بس فكره ان المغرب التوقعات زادت عليها قوي، بس هي اكتر حاجه بتميزهم ان هم كفريق فريق منظومه. يعني لما تيجي تتفرج على المغرب امام اسبانيا في اخر المباراه، لا المغرب فريق واقف في نص ملعبه لكن مقفل على اسبانيا كل الخيارات المتاحه، ان هو ما تقدرش تشوط من بره 18، بتلعب كوره عايز تلعب تيكي تاكا زي ما محمود قال وتخش جوه 18 وتسجل، لا ما عندكش الفرصه. عايز تلعب كره عرضيه، لا ما عندكش فرصه. فكره ان انت تحجم منتخب زي بلجيكا وقفوهم وباداء قوي جدا وممتاز جدا. فانا اعتقد لا من وجهه نظري لا المغرب عملت بطوله ممتازه على المستوى الجماعي، ودي اكتر حاجه بتميزهم. يعني مثلا في كل مركز في واحد، لا مش واحد يعني، كل واحد فيهم احسن من احسن لعيبه في العالم في الوقت الحالي. طيب فلما تيجي تتكلم عليها، لا البرتغال برضو عندهم ميزه وعيب. ميزه ان هم مثلا سجلوا 12 هدف في كاس العالم ومعتبر من اقوى المنتخبات هجوميا، فده برضو مشكله هتقابل منتخب المغرب، هو استقبل هدف واحد بس كان من كندا. ففكره انت تقابل واحد من اقوى المنتخبات اللي موجوده هجوميا في البطوله في الوقت الحالي، بس في نفس الوقت البرتغال استقبلت 5 اهداف صح، منهم 2 من غانا، منهم 2 من
هدف من سويسرا وهدفين من كوريا، وفي اربع اهداف من الخمسه جم من كرات عرضيه سواء من لعبه مفتوح او من كرات ثابته. طيب فكل ده يخلي المغرب يعني عندها امل ان انت لو قدرت تعرف تلعب على المرتدات صح وتعرف تستغل الفرص، حتى مش لازم تلعب على المرتدات، لو عرفت تلعب مباراه متكامله زي ما بيقولوا لا تقدر تكسب البرتغال، وده طبعا ده شيء نتمناه يعني. عظيم. لسه كمين هذا الحوار الممتع جدا مع محمود ابو الركب واسلام احمد بين قوسين كولومبيا بعد هذا الفاصل، نواصل ان شاء الله، خليكم معنا. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. طيب ابو ركب، لو انا سالتك بسهوله جدا اكتب لي توقعاتك مين يوصل الفاينل، فاينل كاس العالم، مش انت يعني كلنا، برازيل وفرنسا اقوى منتخبين على مستوى السكواد على مستوى التشكيل على مستوى كل حاجه، يقول لك البرازيل وفرنسا، استسهل حط البرازيل وفرنسا. انت بقى محمود شايف مين ممكن يوصل النهائي؟ بص، البرازيل المره دي اصلي، برازيل اصلي، البرازيل البرازيلي ده برازيلي صح، يعني 18 و14 ما كانش و10 كمان كان برازيل مضروب شويه، مضروب يعني ابتدى الضرب من 2010 وسيء جدا في 14 و18 برضو، يعني برازيل من غير فراس حربه ما كانتش تنفع صح. 2006 كانت برازيل عظيمه جدا واصطدمت بزيدان في قمه مستواه، شال فرنسا على كتف البرازيل صح. المره دي البرازيل مش في النهائي، مش في النهائي، مش في النهائي، لا لا اوبس، المفاجاه دي لا، البرازيل عندي احساس كبير، مش عارف يمكن اطلع غلطان بس ده احساسي، بحب امشي ورا احساسي دايما يعني 9 من 10 من الحالات بخيش، بس اللي بتيجي بتبقى هي ده. بمنطق ان الكره الحلوه ما بتنتصرش دلوقتي؟ لا لا، بمنطق ان الفرق المرابطه على البطوله عارفه هي بتعمل ايه. هولندا البرتغال الفرقتين دول بيتسحبوا وبيلعبوا بطريقه انا جاي اخد الكاس وبقلل الامكانيات. عارف انا دايما في مصطلح بقراه من بيتقال في وسط الرياضي في بعض المتخصصين، اقتصاديه الجهد. اقتصاديه الجهد ده مصطلح في علم التدريب الرياضي بتيجي تتكلم عليه، انه ازاي تقدر تحقق اكبر مكاسب باقل جهد ممكن في البطولات المجمعه. اقل عدد من التمريرات، قال انت عايز دايما تفضل تحافظ اقل عدد من الاصابات، اقل نسبه مخاطره للكي بلايرز اللي عندك، وبتطبقها بقى الفلسفه دي في حاجات كتيره جدا، فاقل اقل 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 عمال ترشد 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 لحد ما تيجي في الفترات اللي رصيد الاخرين خلص تعمل بقى انفتاح لياقه وانفتاح بدني واندفاع بدني. فمش حاسس ان البرازيل هتبقى موجوده، اتوقع ومش عايز اقول اتوقع، اتمنى ان ميسي وكريستيانو في النهائي يعني، لان برضو قلقان على الارجنتين من هولندا. ايوه جدا، انا زيك قلقان على الارجنتين من هولندا، انا مقتنع انه ماتش صعب جدا بالمناسبه. وفان خال اقوى ومدرب كبير ويعرف يتعامل زي ما انت قلت كده بحدود الامكانيات، الفرقه سوليد اللي هي برضو مش سيئه بالمناسبه، عشان لو نقول له حدود الامكانيات ان هولندا عندها عناصر عظيمه يعني عناصر جيده يعني. بس معلش يا كريم، هو من يعني من امتى 5-3-2 هولندا؟ ايوه هولندا الكره الشامله التوتال فوتبول 4-3-3 ويوهان كرويف ارينا وكل المعتقدات بقت 5-3-2 عشان الغايه تبرر الوسيله، فعشان كده الكره بتتغير. والكره علم غير صحيح، والكره عمرها ما كانت منهج ثابت ولا منهج واحد صح. وكل اللي بنقوله اقصى اليمين ينفع يبقى اقصى الشمال والعكس صحيح. صح. طيب سلام، من الحاجات النهارده اللي انا يعني حسيت فيها خطر كبير على المنتخب الارجنتيني، يعني لو قال لك ميسي اتصاب في المنتخب الارجنتيني طبعا خلاص حكايه الارجنتين خلصت في البطوله، بس في واحد يجي بعد ميسي هو ديبول. ديبول عامل هو جندي مجهول، هو 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 حامي حما ميسي اصلا في المنتخب الارجنتيني. اليوم اتقال ان ديبول اصيب وربما ما يكملش البطوله، مدى تاثير ده على الارجنتين لو غاب ديبول في المباريات القادمه؟ بص انا هاخد من اللي انت قلته، هو شبكه الاتلتيك اصلا عملت تقرير عن رودريجو ديبول بعد ماتش بولندا وقالت عليه ان هو الحارس الشخصي لميسي او البودي جارد لميسي، فهي فكره ان انت في لعيب هو وافي لميسي جوه الملعب وبره الملعب، هو اصلا اصدقاء جدا بره الملعب. ففكره ان انت كلاعب تبقى موجود في الملعب فدايما مرتبط وجودك بوجود بمكان ميسي موجود في الملعب، ديت دايما ما بنشوفهاش حتى يعني، حتى لو في الصور لو بدانا نعرضها في قبل الماتش ما بيبدا هو موجود في الاحماء صور معاك لديبول نفسه. طب هاتوا صور يا جماعه، في صور من التدريبات هو اصلا بيجري جنب ميسي يعني، حتى لو هنبدا مثلا نتكلم الماتش ديبول ده مثلا في ماتش الارجنتين وبولندا ديبول هو رقم 7، هو بيروح كاسر لجوه جوه العمق عند قبل خط ال 18 او على قوس ال 18 عشان ميسي يرجع لورا. فلما نيجي نغير بقى الصوره اللي بعدها هتلاقي بص ميسي بقى عنده المساحه ان هو يطلع يستلم عشان ديبول دخل مكانه ففضل ميسي المساحه، فهتلاقي بقى ميسي راح عمل ايه؟ كمل الصور على طول كوره طويله
ماركوس اكونيا وداه جوه ال 18، دي بول خطف عيون كل اللي حوالين ميسي عشان هو الحارس الشخصي بتاعه، فبالتالي حصل ميسي خد الفرصه ودخل قدر ان هو يلعب بكل اريحيه. في فرصه ثانيه او في هجمه ثانيه كانت في الدقيقه 30، ان بص دي بول متقدم وميسي رجع برده عشان يقدر يستلم بكل اريحيه وهو معاه الكوره. الصوره اللي بعدها دي بول برده مكمل وميسي هيخش، اللي بعدها بقى على طول ميسي هيخش الكره تتخطف منه. دي بول اول حاجه هيعملها ان هو يعمل فاول على طرف بعد الهجمه على طول في نفس المكان، هيعمل فاول ليه؟ عشان اقطع الهجمه وامنع منتخب البولندا من ان هو يعمل هجمه مرتده، وبالتالي انا خلاص حميت ميسي باقصى شكل ممكن، وفي نفس الوقت ما يقدرش يحصل عليا هجمه مرتده وفي ظل 1 2 3 4 5 6 7 7 لعيبه من الارجنتين في نص ملعب بولندا. فدي بول لما تيجي تبص على ارقامه حتى في البطوله هو اكتر واحد جري في المنتخب الارجنتين 33 ميل، بعد ميسي حتى اقل منه، يعني ميسي كان دي بول تقريبا هو ضعف يعني من ميسي. هو اكتر واحد استعاد الكور المفقوده لمنتخب الارجنتين في كاس العالم لغايه دلوقتي، هو اكتر واحد عمل بساط لمنتخب الارجنتين. بتتكلم عن الواحد هو يعتبر قلب خط الوسط، بس هو مش ظاهر البطوله ديت او عموما منتخب الارجنتين عنده، بتحس ان هو مشكله في خط الوسط في كاس العالم عكس كوبا امريكا، فتحسسك ان دي بول مش ظاهر في افضل احواله، خصوصا ان هو كمان بيلعب 8 بس في اغلب الاوقات هو بيلعب بمهام دفاعيه اكتر علشان يبدا يغطي على ميسي، وان هو يحاول ان ميسي يبقى عنده الاريحيه وان هو يبقى باصص على الملعب براحته وان ميسي يقدر يعمل شغله اللي عايزه. هايل جدا، هايل هايل اسلام. طيب انا بس يعني انا بس عايز اضيف حاجه على رودريجو دي بول. اسلام بشكرك جدا طبعا على الانسايتس دي، انا مبسوط قوي باللي هو قاله، بس الافكار في دماغي بتبقى متشابكه. ماركوس الونسو لما راح من فيورنتينا لتشيلسي بيسالوه اللعب في ايطاليا، قال لك اللعب في ايطاليا اشبه بالحصول على الماجستير بعد التخرج، فرجع لتشيلسي متفوق جدا. محمد صلاح فشل في تشيلسي ولا مباراه، لعب في فيورنتينا روما خروج من ايطاليا نفس القصة. رودريجو دي باول في داتشيا ستاديوم في ملعب أودينيزي استوى ونضج، في إيطاليا علموه يبقى السنيد لحد ما السنيد يبقى الأهم. إيطاليا عندهم مركزين، الإنجليزي حب يقولوا عليها بوكس تو بوكس، اللعيب اللي بيدافع وبيهاجم آخر واحد يدخل منطقة جزائك وأول واحد يدخل منطقة جزاء المنافس. إيطاليا قال له لا، هنقسم المركز ده حتتين، واحد اسمه ريجيستا والتاني اسمه ميتزالا، واحد بيلعب نص الملعب الهجومي واحد بيلعب نص الملعب اللي تحت. اللي بيلعب بقى نص الملعب اللي تحت ده السنيد، وهتفضل تبقى سنيد في الفرقه لحد ما تبقى اهم لعيب في الفرقه، شايل الفرقه على كتافك. العالم كله بغير يلعب اثنين سنتر ميدفيلدر مع انتهاء ثوره ماكاليلي. كلود ماكاليلي خرج، بقى لازم يبقى اثنين يلعبوا على الدايره، بقى ميكائيل بالك واسيان، وابتدى مورينيو يلعب بالثلاثه بيفوت والقصه اللي احنا عارفينها. ده بيفكرني بكامبياسو، وبيفكرني كامبياسو بمشكلته انه جه بعد فيرون، اخوان سباستيان فيرون، فكامبياسو طعمه مختلف عن فيرون. فيرون ميتزالا بيلعب اللي هو فوق، كامبياسو يلعب بالعرض ويلعب يلم صديق الوافي، كانوا بيسموه كلب الحراسه. نفس القصه لما قال الحارس الشخصي، هو بنفس الطريقه رودريجو دي باول بيدي اللعيب اللي قدامه رجل ونفس ورئه زياده، زي دي باجيو، زي لو نفتكر لويجي دي بياجيو في ايطاليا في كاس العالم 98، كان هو السبب ان كل الناس اللي قدام تلعب وهي مرتاحه وتلعب وهي عندها الاريحيه. فتوازن الارجنتين القائم على رودريجو دي باول، اختفائه بقى في مباراه هولندا بياكد مخاوفك ومخاوفي طبعا. مع 3 5 2 دانزل دومفريس وبلند وتشكيله من الهولنديين اللي بياكلوا الزبده الفلاحي الاصلي. ايوه، واللعب بقى واللعب الايه اللعب الانفتاحي. طيب محمود، عايز اخدك لتشكيلتك للمونديال حتى هذه اللحظه، الابرز بالنسبه لك خط خط من اول حراسه المرمى، شايف مين الافضل في المونديال؟ بونو بدون كلام. بونو حارس مرمى الافضليه مع تشيزني، بس لان تشيزني خلاص فبونو هو المستمر. فياسين بونو طبعا حارس متالق جدا في اوروبا مع اشبيليه وبيلعب مباريات كبيره وعمل بطوله كبيره جدا، مفيش كلام. ناحيه اليمين بدون تفكير اشرف حكيمي طبعا بدون تفكير طبعا، واحد من افضل لعيبه العالم في المركز ده، واشرف قوته مش في خطه الاربعه، اشرف قوته في خطه الخمسه، انه يبقى وينجر اكتر ما يبقى منه فول رايت باك. طبعا تياجو سيلفا وبيبي، تياجو سيلفا البرازيلي، بيبي البرتغالي. انا بحب جدا بيبي طول عمري، يعني هو خليفة ماركو ماتيراتزي بالنسبة لي. بحب ماتيراتزي، ودي يمكن كل الناس عارفة عني كده، انا عارف ده اختيار مش الاحسن، لكن بيبي في العصرة الاخيرة
في الرمق الاخير حماده طلبة البرتغال يستاهل يستاهل انه يكون موجود، خاصه بانه مش بيلعب بس سد خانه، لا لا بيساهم في انه يشيل الفرقه وبيدافع وبيقف كويس وبيلعب السهل وبيسجل اهداف، قائد الفرقه وبيتفانى في عمر 39 سنه، مش حاجه سهله ابدا. مش حاجه سهله ابدا ان الناس النهارده اللي بتتهرب من كريستيانو رونالدو يا كريم كانوا يتمنوا من 3 4 مواسم انه بس يبتسم وهو بيعدي. برافو عليك. كره يا جماعه لعبه قاسيه جدا في مشاعرها وفي احكامها. سيبش الكره بس، بالمناسبه كنت بفكر مع بعض اصدقائي امبارح في قصه كريستيانو رونالدو دي، ما هي حياتنا كلها دواره. يعني انت دلوقتي محمود ونجم وعظيم، ممكن بعد 70 لما تكبر هتلاقي الامور في شباب تانية بتطلع وهكذا. هو بس انا مشكلتي مع كريستيانو ان هو نفسه مش قادر يحس ان العمر بيخلص، عمر بيخلص في الكوره، هو مش قادر يقتنع بده. احنا اقتنعنا وقابلين يعني نفحه بسيطه من كريستيانو ده بالنسبه لي، هو بقى نفسه لا، هو متضايق، انا يا جماعه انا ستيل كريستيانو رونالدو، انا اللي هجري واروح واجي واشوط واعمل الكرات. هو الموضوع مش كده بالمناسبه، مش مصدق. هو كان بيدور على طوق نجاه انه يفيد اوت بالراحه وما توفقش مع يوفنتوس، وفوضى كبيره جدا حصلت في يوفنتوس، وبعدين لما قرر يرجع راح مانشستر، ومانشستر اصلا بيعاني. فعشان ما نطلعش عن التوبيك، رونالدو هو رونالدو واختيار التوقيت اللعيب اللي بيقول لك تخرج وانت واقف على رجلك هو الافضل. ديفيدز ناحيه الشمال، نص الملعب بروزوفيتش، سفيان مرابط طبعا بدون تفكير. الثالث مين؟ عشان الثالث مين يا هيما؟ انا نسيت. انا حطيت الثالث بس مش فاكر. ابراهيم فكر محمود الثالث مين عشان مجهزه. الثالث مين عشان مجهزه؟ راح من على بالي الثالث على ما يفكرنا. والثالث مهمين طبعا اوليفييه جيرو سلاش ديبول الارجنتين، رودريجو دوباول. صح، رودريجو دوباول. برافو رودريجو دوباول. يبقى لهم ثاني ثلاثه في النص، بروزوفيتش، سفيان مرابط. بروزوفيتش كرواتيا طبعا. طبعا كرواتيا مفيش كلام، سفيان مرابط المغرب، رومانة ميزان طبعا، رودريجو دوباول اتكلمنا عليه باستفاضه، وسفيان مرابط طبعا نجمنا العربي ونجم مهم جدا. جيرو وهاري كين الاثنين، اوليفييه جيرو وهاري كين الاثنين، يمكن هاري شويه فلاج شيب لكن جيرو برضه في العصر الاخيره. انا متعاطف مع كل القدامى المحاربين اللي بيلعبوا على اخر لحظه. فينيسيوس جونيور في ناحيه، وكيليان امبابي في ناحيه، وما بين قوسين رافائيل لياو اللي جمهور الميلان بيدعي ليل ونهار انه ما يلعبش اصلا خالص. اول مره اشوف لعيب نادي بيشجع لعيب انه ما يلعبش، مش عايزينه يلعب. عقده بيخلص السنه دي، ولو لعب ولمع هيعمل زي سفيان مرابط، يطلع من الميلان ببلاش. هيروح نادي جامد يعني، هيطلع طبعا تشكيله محمود ابو رقم، هيطلع ببلاش ليه المونديال حتى الان. ياسين بونو، ديفيز، وتياجو سيلفا، وبيبي، واشرف حكيمي، وبروزوفيتش، وديبول، وسفيان مرابط، وفينيسيوس جونيور، وجيرو، وكيليان امبابي. تشكيله حلوه والله، حلوه التشكيله، يعني متفق مع بعض الحاجات او كثير من الحاجات. مش عاجبك المساكين بس ماشي. بيبي بس انا عندي مشكله مع، يعني هو بيبي انا بحبه جدا بس ما يعني ما احطوش في تشكيله مثاليه. يعني اقول لك حاجه، انا شايف ان رومان سايس عامل بطوله عبقريه معنا طبعا، عبقريه يعني طبعا. طيب تختار مين مدير فني للبطوله؟ تيتي. تيتي تيتي برازيلي. وعايز اقول حاجه، الغرور والعنجهيه في فرض الافكار والمعتقدات لبعض المجتمعات علينا احنا كمان تخطت مرحله الافكار اللي احنا كلنا بنقاومها. ده دخلت كمان، بستغرب بتفرج على جاري لينكر وروي كين مش عاجبهم ان البرازيل بترقص، مش عاجبهم. انا قلت كده، علقت على روي كين، انا جاي علقت في ثاني يوم يا اخي سيبهم ينبسطوا يا اخي، انت مالك؟ لا لا، هو مش قادر يقبل ان دي ثقافه الشعوب. بالظبط، ان الشعوب في افريقيا لما بتفرح بترقص. بالظبط، في امريكا الجنوبيه لما بتفرح بترقص. بالزبط. مش لازم كل الناس تفرح تروح تعض تضرب الرايه زي ما عمل مهاجم ليستر اسمه ايه؟ جيمي فاردي. زي ما عمل جيمي فاردي، مش كل الناس هتعمل جيمي فاردي. صح، انت جيمي صح. فاردي شويه واحنا نرقص شويه، وبرازيل يرقص ويسيبه يرقص. انت متضايق ليه؟ نكدي قوي. لسه كمان هذا الحوار الممتع بعد الفاصل. اسلام احمد كولومبيا هيقول لنا تشكيلته للمونديال حتى هذه اللحظه، خليكم معنا. يا رب حضراتكم مره اخرى، محمود ابو الركب قبل الفاصل قال لنا تشكيلته الافضل او المثاليه لكاس العالم حتى هذه اللحظه، عشان الايام اللي جايه والادوار اللي جايه ممكن الامور تتغير لما يبقى محمود معانا ان شاء الله بعد كاس العالم، نقول له التشكيله بقى المثاليه من وجهه نظره كاس العالم كله. اسلام احمد هيقول لنا برده تشكيلته المثاليه حتى هذه اللحظه في كاس العالم. اتفضل يا استاذ اسلام. البدايه طبعا هي بونو، انا متفق معاه، بس انا طبعا اللقطه الاهم بالنسبه لبونو بالنسبه لي هي قبل مباراه بلجيكا لما كان حاسس ان هو تعبان وطلب ان هو يخرج عشان ما يتكلفش فريقه تغيير، في نفس الوقت ما ياثرش على الفريق. انت تخرج في اول دقيقه او دقيقتين دي لقطه، لا يعني هي. يعني بعيد افضل بكتير من تصديات ركلات طويله. ومنير محمدي كمان نزل وعمل مباراه كبيره، ممتازه طبعا. انا في الدفاع ثلاثه بس، يعني يمكن الدفاع هيبقى مختلف شويه. اشرف حكيمي طبعا هيبقى موجود على اليمين، طب ده يعني مش محتاج ان انا اشرح يعني. في الدفاع دومفريز بصراحه عمل برضو مع هولندا، عمل شغل حلو، عمل شغل ممتاز، بس حكيمي برضو عشان المشايل.
في النص في هاري ماجواير، يمكن ده اختيار مثير للجدل شويه، بس هو فعليا هاري ماجواير عامل بطوله كويسه او يعني لا يعني شويه، بس في نفس الوقت هو بيرد على اللي كان بيحصل فيه من اول الموسم. لا هو انا اسف، هو مش برضه اختيارك سليم لماجواير عشان ماجواير فعلا عامل بطوله كويسه، بس ما هو ما تردش على حاجه يعني، هو يستاهل اكتر من كده 14 مره. راجل بشجع مانشستر يونايتد فبعاني مع الراجل. انا لما بشوف انا ما شفته اصلا في التشكيله الاساسيه لانجلترا زعلت، فاهم؟ بغض النظر مش عايز انجلترا تكسب، لا هو مكون ثنائيه كويسه جدا مع جون ستونز، فبالتالي هي مساعداه بشكل كويس، علما ان لسه انجلترا ما لعبتش حد تقيل. اه يعني دي حاجه انجلترا لما تلعب فرنسا بقى نبقى نحكم على مجموعه. بس تمام، ربنا يستر عليه. المدافع الثالث سيو هرنانديز. سيو ما بداش اساسي في البطوله، وكان لوكاس هو اللي هو اخوه بدا على حسابه كظهير ايسر، وكمان سيو اصلا معروف دايما ان هو هجوميا افضل بكتير منه دفاعيا. نسيت والله. فسيو عمل تيو تيو عامل بطولة ممتازه جدا، وخصوصا فكره ان انت تلينك اب مع امبابي وهو كمان مجرب مع لياو، وفكره ان الظهير الجناح اللي قدامك ما بيرجعش. لا فهو ممتاز جدا فيها، خصوصا ما بداش اساسي. حلو. في خط الوسط في خمسه طبعا، ليه من ميسي موجود ده اساسي، انطوان جريزمان واحد من اللعيبه اللي يمكن مش واخد حقها في البطوله، واحد من اكتر اللعيبه اللي صنعت فرص في كاس العالم في الوقت لغايه دلوقتي. برونو فرنانديز طبعا عامل بطوله ممتازه جدا مع منتخب البرتغال. جود بلينجهام لعيب خط وسط انجلترا عامل برضو بطوله ممتازه جدا، خصوصا ان دي اول بس بطوله ليه. سفيان مرابط ماليش دعوه، وسفيان مرابط طبعا هو انا سايبه اخر واحد لان هو كده كده لازم هيبقى موجود في الهجوم. عايز بقى انا بصراحه انا عايز اقول لك حاجه بدون قطع اسلام، انا بحب نور الدين مرابط اخو سفيان اكتر من سفيان والله. لان نور الدين هو اللي نفس الستايل بالمناسبه، بس الشراب كان نازل زي فيرون. صح، شراب صغير كده زي فيرون. فنور الدين مرابط وسفيان مرابط الكره المغربيه، احنا لسه في الفصل كنا بنتكلم انا وانت على اللي حصل 86 ومباراه البرتغال طبعا، بادو زاكي وعزيز بودربالا وكل كل المجموعه. كمل بقى تشكيل في الهجوم طبعا، هيبقى كيليان امبابي هداف البطوله، ده شيء يعني مفروغ منه، وجنبه هاري كين. انا بشوف ان هاري كين واحد من يعني مع الوقت بقى بيتطور بشكل رهيب جدا، مش عارف فكره انت مهاجم تسعه وبتسجل بس، لا انا بطلع بره ال 18، بعرف اصنع فرص، بعرف اوقف المنتخب كله على رجليه، بعرف اغير بكل دفاعات المنتخبات اللي بتقف قدامي ما بتقدرش تتعامل معايا. فلا فهاري كين يستحق ان هو يكون موجود مع كيليان امبابي في خط الهجوم. فكده 3-5-2. حلوه التشكيله قوي، اي نعم هي هجوميه قوي بس حلوه قوي. هاتوا لنا التشكيله يا جماعه بتاعت اسلام بقى لو جاهزه معانا نعرض دلوقتي، عشان اقول خبر عاجل ومهم جدا دلوقتي. ياسين بونو واسيو هرنانديز وماجواير واشرف حكيمي وسفيان مرابط وجريزمان وبرينجهام وبرونو فرنانديز وميسي ومبابي وهاري كين، هو دي تشكيله اسلام. اسلام مين مدرب؟ هتفق برضو مع محمود تيتي، يعني تيتي مدرب مخضرم كبير، هو عارف هو ماشي ازاي مع البرازيل طول السنين اللي فاتت ديت، ومن قبل حتى ما يبقى المدير الفني للبرازيل، فهو مدرب عظيم جدا في البرازيل وليه قدره يعني بصراحه. يعني عايز اقول حاجه بس هي ملهاش علاقه بالتعاطف يا محمود والله، بس اللي بيعمله وليد الرجراجي في البطوله ديت فوق الخيال بشويتين ثلاثه. راجل بيستلم المهمه من شهر ونص، راجل خبراته اصلا التدريبيه مش كبيره، بقاله 8 سنين مدير فني، راجل بيتحدى بس حقق في الثمان سنين دول انجازات بالجمله، ارقام وانجازات مع الفتح ومع الدحيل ومع الوداد مع كل حاجه. بس فكره هو 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 تظهرت من العدم، او مش من العدم عشان برضو ما بقاش بقلل منه، لا تظهرت فجاه وبقت حامل طموحات كل شعب المغرب، خصوصا ان كمان المنتخب كان وصل لمرحلة من الانقسامات بطريقه رهيبه. صح، سواء من اللعيبه الاداريين وقفل ملف زياش ودخوله جوه المجموعه والخروج من قصه مصطفى حجي نفسه والمدرب المساعد لخليلوزيتش واللي مشي والمشاكل اللي حصلت وحمد الله حصلت مع حمد الله والاجواء. صح. كلها. طيب انا عايز بس اقول خبر مهم، خبر محلي بقى بس هو مهم جدا بصراحه ومفاجئ بالنسبه لي. عشان يا ستار الزمالك يعلن فسخ تعاقده مع زكريا الوردي بالتراضي بحسب الاستاذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بحسب ما بقى اعلن منذ لحظات فسخ عقد زكريا الوردي بالتراضي. ما لحقش هو كان الكلام اللي اتقال ان هو متاثر نفسيا بسبب ماتش السوبر. ده امير مرتضى قال كده بعد المباراه، وده اللي امير مرتضى فعلا قاله النهارده. فاعتقد ان هو الضغوط كانت عاليه عليه، وخصوصا كمان ان يعني لعيب برده مش في بلده، يعني طبعا هي مصر بلده الثانيه طبعا، بس كل اللعيبه بتضغط عليها. كم لعيب لعب ماتش واحد ما بيقدرش يستحمل للاسف العامل النفسي والذهني، دايما احنا ما بناخدش بالنا منه. وياما اثر على لعيبه وياما نهى مسيره، يعني هاري ماجواير ده ابسط مثال. ما هو فكره انت بقى جبله افسخ عقدك عشان خاطري، مفيش ما بيتاثرش. الفكره نفسها لا، هو في لعيب ممكن يستحمل زي هاري ماجواير وما بيتاثرش فعلا، وفي لعيب لا ممكن من اقل فرصه ومن اقل خطا اتاثر ومش قادر ان هو يكمل. طيب الخبر تاني، الزمالك يعلن رسميا فسخ عقد لاعبه المغربي زكريا الوردي بالتراضي،
وفي خبر مفاجئ. طيب اخر حاجه، اخر حاجه النهارده، انا بحبك وانت بتتكلم في الكوره، مفيش بعد كده عظمه، بحبك كمان جدا وانت بتعلق، تمام؟ وتخيلت واحنا ده وليد الصدفه، ما فكرتش فيها قبل الحلقه، يعني لو مباراه المغرب والبرتغال واحنا كلنا قاعدين، الوطن العربي كله قاعد بيتفرج على هذه المواجهه، اول جمله هتقولها في هذه المواجهه بصوتك؟ اول جمله خالص المغرب والبرتغال. يمكن عشان انا برضو يعني قديم شويه، انا بحب جدا احمد سعد المعلق الداخلي لاستاد القاهره. حلو، خلاص هو ما بقاش موجود، فدي رساله لينا لو هو سمعنا. كابتن احمد، احنا يعني عشنا معاك ايام جميله جدا، كان عنده جمله جميله انت اكيد عارفها، كان اول ما قبل ما يقول التشكيل بسم الله الرحمن الرحيم مباراه منتخب القومي، وان ينصركم الله فلا غالب لكم من استاد القاهره الدولي من صرح مصر الرياضي العريق. انا غالبا هقلب الملعب، المباراه يطلع بقى ملعب المباراه زي ما هو. وان ينصركم الله فلا غالب لكم، لان المباريات دي انت بتشتغلها بالنيرف، ايوه، وبتشتغلها بالاعصاب، وبتبقى عارف الشوطه بتبقى طالعه من قلبك، صح، كلمه بتبقى طالعه من قلبك. انا في المطلق ما بحضرش، برتجل، يعني بسيب الحاجات دي لوقتها، بس وانت في الحاله، وانا في الحاله جدا، وانا في الحاله جدا. بس انا هبقى اولا انا مرتبط عاطفيا باشرف حكيم، ومرتبط عاطفيا بسفيان مرابط، وبحبهم جدا جدا. حتى لما بتلعب فيورنتينا في الدوري الايطالي انا بقعد اتفرج عليهم، بتفرج على فيورنتينا تحديدا عشان خاطر سفيان مرابط. انا بحب الستايل، لعيب نمره 8 اللي بيلعب على الدايره، اللي اصلع، اللي عنده شياكه، عنده كوره، عنده قوه، عنده رجوله. وبعدين بص يا كريم، الكوره برده شوف كده ستايل لعيبه المغرب، وافهم الكوره مش تاتو ولا قصه شعر، ولا الكوره انضباط وكفاح وتواضع. شوف حكيمي كل مباراه بيطلع يقبل راس والدته، شوف حكيمي بيشوف كل اللاعبين، وليد الركراكي المدرب المدير الفني بيطلع للمدرج ويتعاطف مع اللاعبين، حاجات بصراحه ايموشنال جدا جدا مع المنتخب المغربي. اتمنى لهم بصراحه، الكره المغربيه احنا كمان مرتبطين بيها، صح، احنا بنحب، احنا حبينا شيبو، وحبينا حجي، وحبينا بهجه، وحبينا صلاح الدين بصير، وحبينا التيمومي، وحبينا بدو الزاكي، وعزيز بودربالا، وحبينا كل نجوم المغرب اللي طول عمرنا بنستمتع بيهم. صحيح، محمود انت شرفت ونورت حقيقي كالعاده، بستمتع بوجودك. شكرا جدا يا كريم، وانا دايما بشكرك، وعايز اشكر كمان كل فريق الانتاج والاعداد والاخراج، الناس بصراحه اللي ورا الكواليس، شكرا جدا ليك حبيبي يا محمود. انا بشكرك شكرا جزيلا، وبشكروك كمان جوه. اسلام نورتني وشرفتني النهارده، انا مبسوط ان انت كنت وحشني جدا، ما شفتكش بقالي فتره، وكالعاده شاطر جدا يعني. ربنا يعزك، شكرا ليك، وانا مبسوط ان انا كنت معاكم النهارده، وان شاء الله يعني باذن الله اكون عند حسن ظنكم دايما. شكرا جزيلا. ده كان ختام حلقتنا النهاردة من رقم 10، يا رب تكونوا استمتعتوا معنا، أشوفكم يا رب على ألف خير.